اسماء بحروف من نور والكورة للجمهور. اغنيتنا اللي ارتبطت معاك ومعانا في برنامجكم الاهلي خط احمر. بنرحب بكل مشاهدينا. اهلا بيك يا اسامه في حلقه جديده من برنامجنا. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واهلا بكل الحريصين على مشاهده برنامج الاهلي خط احمر تحديدا هذه الليله. اهلا بيكم، وزي ما قلنا والكوره للجمهور. معانا في بداية الحلقة بيان مهم جدا من النادي الأهلي نستعرضه معاكم يخص الجمهور. النادي الأهلي أصدر بيان اليوم بيقول فيه: اتصالات مكثفة للخطيب لتيسير دخول الجماهير المباريات. أجرى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي عدة اتصالات مع كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، والمسؤولين عن شركة تذكرتي الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي، والمسؤولين عن الشركة الإفريقية القائمة على تأمين المباريات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وذلك لعقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن لإيجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع المشار إليه مناقشة وضع آليات تيسير الكامل على الجماهير خلال الفترة المقبلة أثناء دخول الملاعب، واستخدام أدوات التشجيع المشروعة والمسموح بها في المدرجات، تمهيدا للسماح بدخول عدد أكبر من الجماهير في المباريات المقبلة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تأمين وتنظيم المباريات والالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجهات الأمنية في هذا الشأن، والتي تبذل جهدا كبيرا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية. ده بيان النادي الأهلي استعرضناه معاكم، خطوة جديدة لمحاولة إيجاد طريق من النادي الأهلي لعودة الجمهور إلى المدرجات. يعني أكيد يا فارس، ونتمنى إن شاء الله كل نوصل لطريقة لتسيير فعلا وجود الجماهير للمدرجات، لأن زي ما قلنا الكرة للجماهير. وبما أننا بنتكلم عن النادي الأهلي، عندنا طبعا مباراة قوية جدا ومهمة جدا جدا في مشوار النادي الأهلي الأفريقي مع بلاتينيوم في زيمبابوي. أعتقد يا فارس مباراة مهمة جدا، خاصة إن احنا كمان هتلاقي في توقيت 3 العصر تقريبا توقيت زيمبابوي بيعادل توقيت مصر. معانا لقطات حصريه يا احمد وانت بتتكلم من زيمبابوي للبعثه، بعثه النادي الاهلي. بالتاكيد بعثه النادي الاهلي ضمت 20 لاعب، اعتقد عندنا اصابات غابت عن القائمه، على راسهم طبعا حسين الشحات اللي استبعد في اخر لحظه لما زال الاجهاد في العضله الضمه وما لعبش اخر مباراتين. الجدير بالذكر ان حسين الشحات كان لعب 4 مباريات وكان بيعاني من الاجهاد، نتمنى عوده سريعه لحسين الشحات. كمان الاصابات السابقه اللي هي حمدي فتحي وكابتن سعد سمير مستبعدين من القائمه، كذلك الكابتن رمضان صبحي ومحمود وحيد والكابتن حسام عاشور، دي استبعادات بسبب الاصابه. وعندنا طبعا صالح جمعه وصلاح محسن، ده لاسباب فنيه. اعتقد قائمه من 20 لاعب، لازم نقول ان ده اول انضمام لكهرباء او اول مباراه كهرباء يحضر في قائمه افريقيه. فارس اجواء المباراه واكيد احنا طبعا بنسعى للفوز، لكن كان في دار بيننا حوار عن مباراه الهلال والنجم اللي هتبقى الساعه 9 والنتيجه المثلى للنادي الاهلي جدا. زي ما قلنا نتمنى التعادل، ولكن نتوقع بنسبه كبيره ان الهلال يستطيع انه يعبر النجم على ملعبه، وبالتالي على ملعب ام درمان في السودان. اعتقد هتكون مباراه هتبين حاجات كتير جدا تخص مجموعه النادي الاهلي. كمان النادي الاهلي عمل لفته كويسه جدا طبعا تواجد كابتن شريف اكرامي اللي حضر المؤتمر الصحفي النهارده، وده دور اعتقد مهم. اللاعب مصاب وبيخضع للتاهيل، راح مارس تاهيله وهو مع البعثه في الخارج، وحضر المؤتمر الصحفي النهارده، كان ليه تصريحات طبعا مهمه كعادته، تصريحاته بتتحلى بنوع كبير جدا من الرزانه، وان شاء الله باذن الله المباراه دي نقدر نحقق فيها النتيجة الإيجابية يا أحمد، لأن هتفرق كتير جدا. 9 نقاط تخليك ترتاح وتتفرج على مباراة النجم وانت بدأت تحدد أهدافك من المجموعة إن شاء الله. بس في أجواء مصرية كده برضو هتلمس في مباراة الهلال والنجم، إن الكابتن حمادة صدقي في كلام عليه كبير جدا إن هو يتم التعاقد مع سموحة، وإن ربما تكون مباراة الهلال والنجم هي آخر مباراة ليه،
هل الكلام ده هيؤثر على تفكير الكابتن حمادة صدقي في المباراة او احلام المباراة، او هو فعلا هل هيكمل في السودان او هيعود لمصر؟ لان في كلام كبير جدا ان هو بنسبة كبيرة وافق ان هو يرجع سموحة. في رأيي خطوة كابتن حمادة صدقي هو وشأنه، ولكن اعتقد هو مع الهلال بنشوف التعليقات على صفحات نادي الهلال، الجمهور بيعامل كابتن حمادة صدقي معاملة منقذ، المنقذ الذي أتى للهلال، مدرب كبير على فكرة جدا وبصمته بتكون واضحة مع كل الأندية اللي بيدربها. وأتمنى أتمنى أتمنى طبعا من حسن حظ الأهلي لو هو ما كملش، وإن كان أهداف الأهلي واضحة بغض النظر عن أي مدرب، أتمنى التوفيق للنادي الأهلي بكرة، وبعد كده نقدر نحدد حاجات كتير يا أحمد، لأن غدا مباراة مهمة ومباراة فارقة عشان يقدر النادي الأهلي يطمن شوية. أكيد إن شاء الله نحقق بكرة الفوز ونصل للنقطة التاسعة، ويكون عندنا مباراة النجم هي مباراة حسم الصعود إن شاء الله. ثم لما نروح بقى السودان مباراة الهلال الأخيرة يبقى مباراة المركز الأول والثاني. كلمنا عن تصريحات الكابتن شريف إكرامي اللي كان عارف فيها إنه مش بيفرق مع تغيير بعض اللاعبين في فريق بلاتينيوم، لان بالفعل في لعيبه استبعدت من ست لاعبين يا احمد لاسباب مش استبعاد، هو نادي بلاتينيوم بيمر بازمه ماليه قويه، فده نتج عنه حتى خرجت التصريحات من بلاتينيوم نوع من تخفيض الرواتب، اللاعبين اللي انتهت عقودهم لم يتم التجديد مع بعضهم، ولاعبين اخرين استغنى عنهم بلاتينيوم لان عقودهم كانت كبيره، وده بيؤكد ان ما ينفعش نفرط في المباراه دي. لا، وكمان المدير الفني كمان تم تغييره، ولكن الكابتن شريف اكرامي قال كل ده لا يعنينا، احنا رايحين بهدف واحد وهو هدف الفوز. ومن كابتن شريف اكرامي لاحد لاعبي النادي الاهلي ونجوم خط الظهر الكابتن ايمن اشرف، هنطلع نشوف تصريحاته من زيمبابوي ونرجع تاني. طبعا ماتش بلاتينيوم هيبقى ماتش صعب، طبعا احنا رايحين نكسب ناخد الثلاثه بونت، احنا فكرنا كله ان احنا نوصل اول يعني، فاعتقد ان احنا رايحين ان شاء الله باجتهاد وتعب ان شاء الله نقدر نجيب الثلاثه بونت. طبعا اتظلمت، ماتش نجم الساحلي ما تستحقش اصلا انذار يعني كوره، بس الحكم ظلمني جدا يعني، لكن الحمد لله ماتش وعدى وان شاء الله اللي جاي نركز فيه ونحقق حاجه كويسه ان شاء الله. لا يعني هو قال لي ان هي ما تستحقش حتى انذار، فيعني قال لي ما تضايقش نفسك، لان انا فعلا كنت يعني داخل في حاله كنت متضايق جدا بعد المباراه وكان باين عليا، فهو قعد معايا وكده وقال لي لا ما تتضايقش وكده، انت مش غلطتك لان غلطه الحكم وكده، هو اللي عمل كده. فالحمد لله يعني عادت على خير، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. يعني هو ده اللي بقولك عليه، ان المنافسه قويه في المجموعه، فاعتقد انك لازم انك تجيب الثلاثه بونت دول عشان تستريح في بعد كده. طبعا مش هيبقى في راحه، لكن على الاقل تبقى على الاقل ضامن مكاني. بالظبط كده، ضامن مكاني يعني. والله هو الخط الهجوم بتاعهم كويس جدا، وفي لعيب في نص الملعب كويس جدا، هما فرقه كمجمل فرقه كويسه جدا، لكن اعتقد القوه بتاعتهم في الهاف ليفت والهاف رايت والفيرود بتاعهم ولعيب ديفندر. طبعا في خبرات معانا كتير يعني، في لعيبه كتير لعبت افريقيا كتير، وليد سليمان وحسام عاشور وشريف اكرامي ومحمد الشناوي واحمد فتحي، ولعيبه كلها خبرات. فاعتقد ان شاء الله ان بالخبرات اللي موجوده في الفريق ان شاء الله نقدر نعدي الماتش اللي جاي باذن الله على خير. مستر الفايلر ما اتكلمش على ماتش افريقيا لسه، احنا خدنا راحه بعد فتره، الفتره الاخيره كان فيها ضغط ماتشات، فاعتقد هو حب يدينا راحه يومين ان احنا نستريح، نبعد عن الكوره شويه. الانتصارات المتتاليه دايما بتديك دفعه لقدام، وانك مش عايز خلاص يعني، بيبقى عندك هدف تاني انك تحقق ارقام قياسيه، وفي الحته التانيه طبعا انك بيسبب عليك ضغط انك النادي الاهلي، انت مش هينفع تخسر يعني، فهي ماشيه على الاثنين يعني. يعني النادي الاهلي دايما بيحارب على رقم واحد، على فاحنا كلنا بنحارب على رقم واحد، وان شاء الله نفسنا ناخد البطوله ديت عشان نفرح جماهير النادي الاهلي اللي دايما ورانا وبتسند اللعيبه، فاعتقد ان احنا هنحارب ان احنا ناخد البطوله ان شاء الله. لا الكلام ده مش مظبوط يعني، احنا السنه اللي فاتت الدوري كنا متاخرين عليه، كنا فرق 11 بونت تقريبا عن المنافس التقليدي بتاعنا نادي الزمالك، وفي الاخر الحمد لله خدنا بطوله الدوري.
فاعتقد لسه بطوله الدوري لسه مستمره لغايه اخر لغايه لما تتحسم رسميا. والله انا يعني انا الحمد لله مبسوط جدا مع بالثقه اللي هو مدهاني وان شاء الله ابقى الفتره اللي جايه على قد الثقه ديت واحاول ان انا اجتهد واتعب وان شاء الله ربنا يدينا على قد تعب ان شاء الله. ده طبعا كانت تصريحات للكابتن ايمن اشرف، طبعا كان واضح فيها ان عقليه لعيبه النادي الاهلي واحده وهي اللعب على الفوز، والفوز بيجيب فوز، والنادي الاهلي دايما بيبحث او جماهير النادي الاهلي دايما بتبحث عن فكره الارقام القياسيه. لكن كان مهم جدا الحوار اللي دار بينه وبين ريني فايلر عن فكره الانذار، لان في المؤتمر الصحفي لمباراه الاهلي واف سي مصر اتسال المستر ريني فايلر سؤال واضح وصريح، قال ان الكابتن ايمن اشرف راجع من ايقاف بعد انذار 3 مباريات، وفي اول مباراه بيرجع فيها بياخد انذار، وكذلك ديانج بياخد الانذار الثالث عشان الايقاف. فكان رد مستر ريني فايلر دايما اللي هو بابتسامته الهاديه والدفاع عن لاعبيه، لان دايما الراجل ده بيحافظ على لاعبيه، قال ده وضع طبيعي جدا، مراكزهم بتستدعي ده، وان وارد جدا الناس دي تاخد انذارات. اعتقد تعامل المدير الفني فارس مع اللاعب بيمنحه الثقه، حتى لو في بعض الاخطاء هو قال نشتغل عليها ونصححها، لكن مهم جدا التعامل تحديدا مع الاعلام وفكره الدفاع عن لاعبي النادي الاهلي تحت عهد او تحت ولايه ريني فايلر. اعتقد لاعب زي ايمن اشرف اكيد ريني فايلر عارف هو محتاج منه ايه، لاعب زي ديانج اكيد مستر ريني فايلر مدرك تماما هو برضه محتاج منه ايه، واكيد يقدر يدعم لاعبيه نفسيا وفنيا، وده دور مستر ريني اللي بيعمله لحد دلوقتي بشكل ممتاز جدا. ولكن اينما حل الاهلي فكان بيثير البهجة، ومن ذا الذي ينازع الأهلي في شعبيته؟ نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. شيء مبهج وفيديو مبهج، ولا انتوا مكانكم بقى مدرجات الدرجة الثالثة مشجعين الأهلي في كل مكان. طبعا ده دور للأهلي في أي مكان بيروحوا، فكرة اسم الأهلي الأطفال الكبار في أفريقيا لا يعلو اسم على اسم النادي الأهلي، لقطة مبهجة جدا يعني. أكيد، واسم النادي الأهلي هو بالفعل لقطة مبهجة وواضح جدا يعني مع تفاعل اللاعبين الاطفال مع الكاميرا، ويمكن ده مش غريب على النادي الاهلي، يمكن قبل كده شفنا مع وليد سليمان وقع زي دي، مشجع برضه من افريقيا اصر ان هو يندى على وليد سليمان بالاسم وياخد التيشيرت بتاعه. طبعا وليد سليمان ادى التيشيرت بتاعه، اعتقد النادي الاهلي هناك برضه بيوزع تيشيرتات على الاطفال اللي زي دولت، مهم جدا، ودي شعبيه النادي الاهلي في كل حته مش بس داخل الوطن العربي لا كمان في افريقيا. ومهم جدا يا فارس ان احنا كنا استعرضنا الفيديو ده، اعتقد عندنا يا فارس برضو الخروج من دائره الاهلي بقى ونروح لاتحاد الكره يعني. نروح لاتحاد الكره لغايه لما لو في اي حاجه ثانيه تجي. طب ماشي، عندنا اهم احداث الاسبوع، عندنا طبعا اجتماع اعضاء او رؤساء انديه او مندوبين من الانديه في مقر اتحاد الكره، وكان الموضوع بيدور عن 3 نقاط رئيسيه جدا. طبعا كان بيدعو الاجتماع ده رئيس نادي الاتحاد السكندري الاستاذ محمد مصرحي، اللي طبعا كان التضرر من التحكيم كان هاجس بيطرده، فعمل اجتماع او دعا الانديه لاجتماع ورحب اتحاد الكره، وكان في 3 نقاط محوريه دار حوالين منهم الاجتماع. النقطه الاولى هي فكره طبعا النظر في تعيين بعض الحكام في اداء بعض المباريات نظرا للاخطاء التحكيميه اللي تضرر منها بعض الفرق. النقطه الثانيه وهي الموافقه على بقاء المسابقه زي ما بدات تنتهي بالظبط، وعدم المساس او تغيير بند الاستبدال اللي هو بالفعل كان موجود 5 لاعبين قبل 30 اغسطس، في اللي استفاد منه وفي اللي اكتفى بتغيير 3 لاعبين او 4 لاعبين، اللي باقي له 2 اللي باقي له 1. طبعا الانديه مجتمعه او اللي ذهبت لاتحاد الكره اقرت بفكره ان المسابقه زي ما بدات
تنتهي بالظبط، وتقريبا هو ده اللي النادي الاهلي بيطالبه ومعظم الانديه بتطالبه، يمكن نادي واحد بس فقط اللي بيطالب بتغيير الاستبدال، وتقريبا هو نادي الزمالك عشان استبدال كهربا او حمدي النجاز. والحقيقه هم اصلا استبدلوا لاعب مكان كهربا في نهايه اغسطس، فهم ازاي استبدلوا كهربا مرتين. لكن النقطه الثالثه هي فكره بقى التعهد بتطبيق تقنيه الفار، واخيرا بدات الناس تهتم بفكره تقنيه الفار. اللي حابين نوضح ان النادي الاهلي اول نادي بخطاب رسمي لاتحاد الكره في سبتمبر 2018 اتكلم عن تطبيق تقنيه الفار، ثم في يناير 2019 خطاب اخر لاتحاد كره القدم عايزين تقنيه الفار، ثم في مايو 2019 كان التاكيد الثالث من للنادي الاهلي على تقنيه الفار. اعتقد النادي الاهلي يا فارس اول نادي اللي بيتم التمويل والتحكيم، هو اول نادي بيطالب وبيصر على فكره تقنيه الفار وبخطابات رسميه مرسله لاتحاد الكره. ده مش كده وبس يا احمد، وكان النادي الاهلي يحمل لواء تطبيق الفار في افريقيا. النادي الاهلي بنفس النسق هو النادي اللي ارسل للاتحاد الافريقي في خطابات رسميه يؤكد على اهميه تطبيق تقنيه الفار، ودايما النادي الاهلي بيوثق مواقفه مش بشكل مرسل ومش بالكلام، ولكن بمواقف واضحة ومثبتة على مدار التاريخ. ولكن قبل ما نتحدث عن فكرة تطبيق تقنية الفار، عشان هنتناقش معاكم في دلالات لمدى تطبيقها على المدى القريب، حابين نتكلم في نقطة مختلفة. أنا بحيي جدا السيد محمد مصلحي واتحاد الكورة على الشكل اللي خرج بيه الاجتماع في بيت الرياضة المصرية وهو اتحاد الكورة. فكرة ان نادي يدعو بشكل غير رسمي لاجتماعات للهجوم على الاتحاد والهجوم على عناصر من المنظومة، وشفنا الفاظ صعبة جدا تناولوا بيها اشخاص مهمين ولهم احترامهم. اتحاد الكرة ما عندوش اي مشكلة ان الاندية تكون موجودة، الاندية نفسها لازم تتواصل في اطار شرعي، وده اللي حصل. غير كده اعتقد كان واضح جدا ان الاجتماعات الاخرى الموازية ما كانش لها اي تأثير ولا اي اهتمام. نقطة مهمة جدا يا احمد نرصدها، ان اتحاد الكرة اكيد هو المسؤول عن اللعبة، ولازم هو اللي ما يفرطش في دوره ده بالتاكيد، وهو اكيد برضه راصد بعض الاخطاء اللي بتحصل اللي من حق الانديه انها تعترض عليها او يتناقش معها، وده دور مهم جدا اكده الاستاذ عمرو الجنايني في تصريح او في بيان بيؤكد ما تم في الاجتماع بين الانديه وبين رئيس الاتحاد. ولكن كانت اهم نقطه اللي كانت بتتواكب ايضا مع تصريحات السيد عمرو الجنايني هو تصريح لكابتن محمد فضل. نشوف التصريح اللي بيتعلق بتطبيق الفار، نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الفار احنا كابتن جمال اتكلم، الفار ملف معايا احنا ومع طبعا استاذ وليد العطار، وقاعدين بنتكلم ومعانا حماده زاهر، ودخلنا في تفاصيل كثيره جدا، وصلنا اخذنا موافقات من اول الموسم على فكره، من قبل ما يحصل اي مشاكل دلوقتي عشان الناس ما تفتكرش ان احنا حصل مشاكل فابتدينا نجري، لا احنا عملنا موافقات. طيب ده خلاص انتوا تعاقدتوا عليه؟ احنا لا احنا خلاص خلصنا كل الاجراءات، وحتى هتلاقي دلوقتي السيموليتر هيطلع النهارده او بكره من الجمارك اللي هيتمرنوا عليه الحكام. واقف على ايه الحكم ده؟ واقف ان احنا نستنى مستنيين موافقات جهات طبعا وزاره الشباب والرياضه والجهات المعنيه. طب امتى هيشوف النور؟ يعني امتى انا اشوف الفار في الملعب؟ الدور الثاني. الدور الثاني من الدوري السنه دي؟ انا هقول لك الاجراءات دلوقتي. ايوه. امتى نشوف الفار في الملعب؟ الدور الثاني. ده نفس النسق اللي اكد عليه الاستاذ عمرو الجنايني. احنا نتمنى نشوف الفار من الدور الاول مش الدور الثاني، ولكن اعتقد في العالم كله لما يكون المسؤول بيتحدث في شأن مهم زي ده لازم يكون التصريحات بتاعته دقيقة، وده اللي انا مش حاسه، لان ايفاب المتخصصة فيما يخص تطبيق تقنية الفار في الدوريات المختلفة صرح احد مسؤوليها ليلا كورة واتكلم عن ان مصر في الوقت الحالي لا تمتلك الا فريق واحد يتكون من حكم ساحة وثنائي لغرفة الفار، وهذا لا يكفي، واكد ان في منتصف ديسمبر الماضي جاءوا الى مصر من اجل الاطلاع على كل شيء، وما يستطيع قوله انهم ما زالوا يتابعون الاتحاد المصري قدر المستطاع لمساعدته. كمان اتقال ان كل حكم هيشارك لازم يتلقى التدريبات الاساسيه لتطبيق الفار، والاهم التصريح الاخير ان في الدوري المصري في الدور الثاني ممكن نشوف الفار، كان الرد هذا شبه مستحيل،
فإن عملية التدريب والتعليم تحتاج إلى فترة من 6 إلى 9 أشهر من أجل العمل بهذا الشكل. نركز في كلام محمد فضل اللي قال الأجهزة لسه جاية وهنبدأ التدريب. هل يمكن 6 لـ 9 شهور يتم اختصارهم في وقت صغير جدا؟ ما اعرفش مدى امكانيه التطبيق ده. اللي هو مش بيقولوا 6 أو 9 شهور، قالوا 28 يوم. وهي هيدربوا 54 حكم، لكن المشكله اصلا ان الوحده اللي جايه دي وحده واحده، وانت عندك مباريات الاسبوع لازم هتستخدم في كل مباراه الاسبوع، ما انت مش هتطبقها على مباراه واحده في الدوري، لان ده التصريح اللي جاء في يلا كره ان لو حابب تعمل الكلام ده في الدور الثاني انت عندك وحده فقط لغير واربع حكام مصريين مؤهلين للتعامل مع تقنيه الفار، وبالتالي هتبقى عندك مباراه واحده في الاسبوع اللي تقدر تستخدم فيها تقنيه الفار. الحقيقه تصريحات الاستاذ او الكابتن محمد فضل نفس تصريحات الاستاذ عمرو الجناني في بدايه الموسم عن فكره ان كل مباراه الدوري هتكون بجماهير، نفس القصه دايما عن فكره ان احنا بنجهز. خدنا خطوات كويسه وجالنا جهاز نقدر ندرب عليه بعض الحكام، لكن ما ينفعش برضو نطلق ونقول ان احنا من بدايه الدور الثاني، لان بالفعل الموضوع شبه مستحيل، وان كنا نتمنى طبعا ان الموضوع يتم مع بدايه الدور الثاني بالظبط. ومن الكابتن طبعا محمد فضل لجنه الانضباط اللي احنا هنا في بدايه الدوري اتكلمنا عن موقف الكابتن طارق حامد في مباراه المقاصه وطرد لسوء سلوك بعد انتهاء الوقت الاصلي، واتفاجئنا او زي ما توقعنا ان مش هيكون في عقوبه طبقا لنص اللائحه، وتوقف طارق حامد او كابتن طارق حامد اللي بنقول له طبعا هارد لك على فقدانه جائزه افضل لاعب داخل القاره، وان الترشيح في حد ذاته هو ترشيح شرف للاعب واكيد لنادي الزمالك، ولكن هارد لك على خسارته اللقب يعني. لكن بعد مباراه المقاصه اتوقف الكابتن طارق حامد مباراه واحده، وبعد المباراه الاخيره كابتن طارق حامد عطل المباراه ست دقائق عطل المباراه، وبرضه طرد لسوء سلوك، لان كان الانذار الاول لفاول والانذار الثاني لاعتراضه على الحكم وسوء سلوك، وانا مش فاهم هل الحكم طرده وما كتبش ان ده لسوء سلوك وما كتبش التصريح ده، لان الحقيقه الكابتن سعفان الصغير اتوقف 3 شهور، استبعدوه تماما 3 شهور بدون اي حد يقدم شكوى في الكابتن سعفان الصغير، فهل الحكم ما كتبش الكلام ده؟ طب لو الحكم ما كتبش الكلام ده، لجنه المسابقات ولجنه الانضباط فين من اللائحه اللي احنا قدرنا نجيبها من مصدر الاهلي .com اللي بصراحه بذلوا مجهود كبير جدا عشان يجيبوا نص اللائحه دي. موضوع اللائحه كمان بالزبط. مش دلوقتي بس، ده هم طول الوقت بيطاردوا لجنه الانضباط ولجان الاتحاد المصري لتطبيق لوائحه والقرارات اللي بيقولها. بالظبط، واحنا قلنا ان اي سلوك غير رياضي تجاه الحكم او احد مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، مده الايقاف 4 مباريات و50 الف جنيه غرامه. الدفع باليد الحكم او احد مساعديه او احد مسؤولي تنظيم مباراة 8 مباريات و100 ألف جنيه، لكن الكابتن طارق حامد طبعا هو اطرد لسلوك غير رياضي. النقطه الاهم ان في جميع الحالات عدم الامتثال لقرارات الحكام من اللاعبين والاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه ادت الى تعطيل المباراه يعاقب المخطئ بغرامه ماليه بالاضافه للعقوبه المفروضه عليه، يعني مباراه اضافيه زائد 50 ألف جنيه اضافيه. يعني احنا دلوقتي بنتكلم فإن العقوبة المستحقة على الكابتن طارق حامد هي 100 ألف جنيه غرامة و5 مباريات إيقاف. هنا السؤال اللي دايما بنوجهه للجان اتحاد كرة القدم، احنا كنا بنوجه السؤال للحكام، احنا دلوقتي بنقول فين عقوبة الكابتن طارق حامد؟ ومش بس عقوبة الكابتن طارق حامد، عقوبة أي شخص مخطئ. ومن هنا بنقول لو الكلام ده بيحصل مع لاعب في النادي الأهلي طبقوا عليه اللائحة، لكن التجاوز أول مرة والتجاوز تاني مرة أعتقد أي لاعب في أي نادي يقدر يتجاوز، وفي الوقت ده مش هتقدر تطبق عليه أي لائحة، لأن أنت خلاص عملت استثناء للكابتن طارق حامد في الطردين اللي كانوا لسوء السلوك. هو يبدو يا أحمد أن العقوبات كويس جدا أن الاتحاد بيعلنها، ولكن بيكتفي بأن هو يعلن عقوبات لا ينفذها. صدقوني ده خطأ أكبر من إعلان العقوبة وعدم تنفيذها لو أنت ما نفذتش العقوبة خالص، لأن أنت بتحرض وبتؤيد فكرة عدم تنفيذ العقوبة. لو شفنا الفيديو اللي اتكلم فيه رئيس لجنة الحكام عن الإساءات اللي بيتعرض لها هنعرف أن إحنا في منحنى شديد الخطورة يتعلق بسلامة المسابقة. نطلع نشوف الفيديو ونعقب عليه. هل بالفعل الكابتن جمال الغندور تقدم بمذكرة للجنة الانضباط لما حدث من تجاوز بحسب وصف حضرتك من رئيس نادي الزمالك تجاهك؟ ما هو ده الاحترام اللي انا بكلمك عليه يا هاني.
الاحترام ان احنا ناس محترمين كحكام كره قدم وما بنقابلش الاساءه بالاساءه اللي زيها. لما حد يطلع يسبنا ويهنا ويقود في اعراضنا بصفتنا مسؤولين عن تحكيم او بصفتنا مسؤولين عن رياضه في مكان محترم زي اتحاد كره القدم في لجنه اسمها لجنه الانضباط، لجنه في منتهى الاحترام ولجنه من افضل ما جاء في اتحاد كره القدم الحالي هو لجنه الانضباط علشان تفصل بين عناصر اللعبه. تقدمنا اليوم بشكوى ضد تجاوزات السيد رئيس نادي الزمالك بالفيديو وموثقه بهذا الفيديو. انا حقيقي مستغرب الكابتن جمال الغندور. اذا كان كابتن جمال العقوبه اللي وقعت على السيد رئيس نادي الزمالك تم خرقها وحضر المباريات ولجنه الانضباط السيد المستشار الجليل المسؤول عنها اكد ان ده يستدعي تغليظ العقوبه والى الان ما حصلش اي حاجه. انا عايز اقول لك انت في اتحاد لا يحمي عناصر اللعبه. في اتحاد لا يحمي عناصر اللعبه، زي ما بنشيد وبنقول ان الاتحاد الكره لازم كمان هنؤكد ان اتحاد الكره بيمثل خطورة على سلامة المسابقة لو استمر مش قادر يحمي عناصر اللعبة للمرة الثالثة. بنكرر في نقطة فارس هنا، هو ليه أنا أنتظر الكابتن جمال غندور أنه يقدم شكوى رسمية أساسا؟ ما في التصريحات اللي صدرت ضد لجنة الحكام وكانت واضحة وصريحة، أنت عندك واقع ومش محتاج. هو ما انتظرش وأخذ قرار فيها وما تنفذ، ففي كلتا الأحوال أنت ما بتطبقش قراراتك وده شيء في منتهى الخطورة. يا احنا نتمنى طبعا ان لجنه الانضباط تكمل قراراتها، لكن احنا معانا اتصال من زيمبابوي الزميل فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق، احكي لنا ايه اخر اخبار البعثه هناك. تحياتي ليك يا فارس، تحياتي لاحمد اسامه ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من زيمبابوي وبالتحديد من امام مقر بعثه النادي الاهلي بمقاطعه بولاوايو. اخر استعدادات النادي الاهلي لملاقات فريق بلاتينيوم غدا بمشيئه الله في المرحله الرابعه لدور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. يعني التفاصيل اليوم، نقول النهارده فريق النادي الاهلي غادر هراري وتوجه الى مقاطعه بولاوايو في تمام الساعه 12 ظهرا. وصل فريق النادي الاهلي لمقاطعه بولاوايو في يعني رحلة استغرقت ساعة بالتمام والكمال. وصل النادي الأهلي بعد استقلاله لطائرة خاصة، وصل لمقاطعة بولاوايو، توجه اللاعبين النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي الى الفندق اللي قريب جدا من الملعب اللي هتقام عليه المباراه، بيبعد يعني 5 كيلومتر عن ملعب المباراه. تمرين ومران النادي الاهلي كان في تمام الساعه 4 عصرا. قبل المران كان في الاجتماع المؤتمر الصحفي لمستر ريني فايلر والكابتن شريف اكرامي. مستر ريني فايلر تحدث عن اهميه اللقاء وخبرات لاعبي النادي الاهلي، ويعني في ظل الغيابات وتلحم المباريات النادي الاهلي عنده اللعيبه كلها على مستوى واحد، سواء البديل او اللعيب الاساسي، ودي من النقاط اللي كان حريص عليها مستر ريني فايلر، ان هو يتكلم ان كل اللاعبين عنده البديل او اللعيب الاساسي كلهم واحد وكلهم على درجه واحده، وده دايما عهدنا بلاعبي النادي الاهلي. تحدث ايضا عن اهميه اللقاء، وتحدث عن التغييرات اللي طرأت على فريق بلاتينيوم وتولي جهاز فني جديد. ايضا الكابتن شريف اكرامي كان تحدث على اهميه اللقاء ودوره كواحد من كباتن الفريق مع وليد سليمان و أحمد فتحي في رفع روح المعنوية للاعبين وحث اللاعبين على أهمية هذا اللقاء وضرورة إسعاد لاعبي النادي الأهلي. خلال المران اللي أداه لاعبي النادي الأهلي بقوة على استاد بابا فيلز اللي هيستضيف أحداث اللقاء، كان تواجد مجموعة من أطفال الصغار من زيمبابوي ومن مدينة بولاوايو. الجميع كان بيهتف باسم النادي الأهلي وترديد النشيد واسم النادي الأهلي وتحية النادي الأهلي. يعني عقب انتهاء المران كان الكابتن سيد عبد الحفيظ ولاعبي النادي الأهلي راحوا وسلموا عليهم، وكان في مشهد جميل كلنا يعني متابعينه وشايفينه على شاشه قناه النادي الاهلي. عقب الانتهاء المران توجه لاعبي النادي الاهلي لمقر اقامه الفريق. كان في الاجتماع الفني للقاء بحضور يعني المفترض يبقى كان بيبقى متواجد طبعا طبقا للبروتوكول الموضوع من قبل الاتحاد الافريقي، بيبقى موجود المنسق العام والمنسق الفني والمنسق التحكيمي والمنسق الاعلامي والمنسق الطبي. لم يتواجد
المنسق الإعلامي من قبل الاتحاد الإفريقي، أيضا لم يتواجد المنسق الطبي، وده اللي يعتبر مخول ولي الأمر في تحديد عملية الكشف على المنشطات، إلى جانب تحديد الزي اللي هيرتديه النادي الأهلي. تم تحديد الزي التقليدي للنادي الأهلي، الرداء الأحمر للنادي الأهلي، بينما فريق بلاتينيوم هيرتدي الزي الاخضر، وتم يعني توضيح هذه الامور. ايضا كان المنسق التحكيمي بوضح بعض الامور على المسؤولين في كلا الفريقين بضروره يعني اثناء اجراء التبديلات على اللاعبين الخروج من اي نقطه في الملعب، مش لازم نطلع من نص الملعب. وقال يعني قال صريحه، قال اللعيب اللي هيكون عنده اصرار انه يخرج من خلال نقطه منتصف الملعب هيستوجب على الحكم انه يديله انذار. خلال هذه الاثناء كان وصول معالي السفير محمد فهمي سفير جمهورية مصر العربية بزيمبابوي، متواجد حاليا في اجتماع مع الأستاذ إبراهيم القفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة برفقة الكابتن سمير عادلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، متابعة كافة الأمور وإن شاء الله يعني ترتيب الأمور للمباراة غدا بمشيئة الله. اللقاء يعني زي ما تمت إعلامنا خلال الاجتماع الفني هيكون متواجد 2500 مشجع من جانب فريق بلاتينيوم، وايضا هيكون موجود متواجد بعض افراد الجاليه المصريه والعربيه للنادي الاهلي لمؤازره ومسانده النادي الاهلي. هنتمنى كل التوفيق طبعا يا فارس واحمد اسامه وكل جماهير النادي الاهلي، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله يعني التعب والرحله الشاقه ان شاء الله يكلل بالانتصار، وثلاثه نقاط ان شاء الله يكونوا في رصيد النادي الاهلي. إليك الكلمة مرة أخرى فارس وأحمد أسامة. دي كانت كل التفاصيل اللي موجودة معانا من هنا من زيمبابوي من مقاطعة بولا وايو، وبإذن الله هنتابع كلنا كل الأمور والحصريات على شاشة قناة النادي الأهلي إن شاء الله. بالتوفيق للنادي الأهلي بإذن الله وبالتوفيق لكل البعثة هناك، وبنشكر زميلنا فاروق صلاح، كانت رسالة مهمة جدا تطمننا على آخر أخبار البعثة، وبإذن الله نحقق الفوز وإن شاء الله نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات برنامج. اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي من جديد، وبرنامج الاهلي خط احمر وفقرة نظبط. طبعا الاسبوع ده كان فيه مباراه بين النادي الاهلي واف سي مصر اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-1، الفوز العاشر على التوالي عشان النادي الاهلي يحقق العلامه الكامله، وان شاء الله باذن الله ينهي الدور الاول بعلامه كامله باذن الله ونحقق رقم قياسي في عدد المباريات على التوالي. عندنا هنتناول ده في الجزء الاول، وعندنا جزء في اون سبوت ايضا، ولكن عن احصائيات الفريق خلال عام 2019 فارس عندنا هنكون بشكل مختلف، سواء فريق اول او مفاجاه برضو ايضا ارشحها. نتناولنا كل ما يخص النادي الاهلي في حصاد السنه دي وركزنا على لاعبين، ولكن كان في دور مهم جدا تجاه اللاعبين الناشئين في النادي، ان شاء الله نديهم حقهم في الجزء الثاني من فقره اون سبوت. ولكن اون سبوت على الاهلي، اون سبوت على الفوز العاشر على التوالي، واون سبوت على محافظه النادي الاهلي على فلسفته اللي انا سعيد بيها جدا لاول مره من فترات طويلة جدا مع مدربين مختلفين، يبقى للنادي الأهلي نسق ثابت على مدار المباريات، ودي حاجات من أصعب الحاجات في كرة القدم، ودي حاجة أنا شخصيا يا أحمد كمشاهد بميل ليها، فكرة أن النادي يكون عنده شكل في الملعب بيحاول يحافظ عليه طول الوقت. أنت كمشاهد هتبقى عارف النادي الأهلي ما بيعتمدش على الكرات الطولية، ما بيعتمدش على العرضيات أغلب الوقت، إزاي بيتدرج بالهجمة، إزاي بيبني. كل ما اقتربت من أن أنت يكون عندك أداء لطريقة معينة في الملعب، كل ما هتقدر تسيطر على الخصوم، كل ما هتقدر تفرض شخصيتك في المباريات، كل ما هتقدر تكون سعيد كمشجع بفكرة البلس 500 تمريرة اللي إحنا هنعمل لكم احصائيه فيما بعد قد ايه النادي الاهلي قدر يحققها الموسم ده يا احمد. هو تقريبا استثناء مبارتين فقط لا غير اللي نزلنا عن 500 تمرير، اسوان ودجله، ودجله اعتقد. نقدر نعرض الاحصائيات عشان نقف معاكم على ابرز النقاط اللي كانت حاصله في مباراه نادي مصر. المباراه انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-1. الاستحواذ يا احمد كالعاده 62% للاهلي 38، وقد يعتقد البعض ان نسب استحواذ النادي الاهلي هي اللي كانت موجوده على مدار الموسمين او الثلاثه اللي فاتوا، وانا باكد لكم لا،
نسب استحواذ النادي الاهلي وعدد تمريراته السنه دي لها علاقه بفلسفه الفريق في الملعب بالتاكيد وبشخصيه الفريق اللي احنا كنا في بعض الاوقات مع بعض المديرين الفنيين كنا بنفتقدها. كم تمريره معانا؟ معانا 605 تمريرات ومقابل 371 لاف سي مصر، ولكن تمريرات صحيحه دقه التمريرات 87%. رقم عالي جدا 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 في طبعاً. كره القدم انت ما بتتكلمش على تمرير فردي اللاعب، وارد جدا لاعب يكون تمريره مثلا 95% 93% وتعتقد ان ده رقم بينعكس على الفريق كله، لا 87% ده من اعلى المتوسطات في دقه التمرير اللي وصل لها الاهلي على مدار الموسم. رقم جيد جدا ويدل على نجاحك في تدوير الكره في الملعب. وعشان كده العناصر اللي بيختارها رينيه فايلر دايما بتبقى بعنايه وحسب فكره تماما، واهم حاجه عنده فكره ان هو دايما يكون يجيد التمرير ويجيد استخدام مهاراته في لعب الكره. عندنا 46 تمريره طوليه مقابل 50 لاف سي مصر، وعندنا 28 عرضيه. متهيألي الرقم ده يا فارس احنا ثابتين تقريبا فوق ال 25 عرضيه دايما في كل مباراه. عندنا فوز بالكرات 106 مقابل 90، وعندنا 18 محاوله على المرمى برضو تقريبا بنسبه كبيره ثابتين ما بين ال 15 وال 20 محاوله على المرمى كل مباراه، وعندنا مقابل 7 محاولات لاف سي مصر منهم محاوله واحده ناجحه و8 محاولات ناجحه للنادي الاهلي. وطبعا النتيجه برضو خلينا نتفق عن اداء المباراه بشكل عام، هم ال 90 دقيقه كان في تباين وكان لها اسبابها. احنا بقى عايزين بس نرجع نذكر الناس ان اول 60 دقيقه انت حسمت نتيجه المباراه دقيقه 59 خروج ديانج ثم خروج مجدي قفشه، عشان احنا بنكلمكم بشكل نحب تكونوا فاهمين ما وراء المباراه. اتكلمنا في ليه حصل تباين من الدقيقه 60، هنروح لاول لاعب، هروح الاول لقفشه لانه مرتبط بفكره عدد التمريرات. هروح الاول بس لرينيه فايلر ليه اختار فكره ان هو يريح ديانج الاول، لان هي دي وهو معلق في المؤتمر الصحفي وده دي اللي نقلت الموضوع. طبعا ديانج كان حصل على انذار في الدقيقه 25 وكان هيغيب المباراه، فبالتالي هو فكر ان هو يطلعه من المباراه في الدقيقه 60، وكمان بعد ما اطمن للنتيجه، نتيجه 3-1 يمكن اول 6 دقائق في الشوط الثاني او من الدقيقه 51 للدقيقه 59 النتيجه اتغيرت، جولين احرزهم مروان محسن، وطبعا قفشه عامل الاثنين اسيست، ولكن الجول الثالث تحديدا اللي حابين نقف عنده، لان قفشه وهو رايح انفراد بالمرمى كان عمال بيبص وشاغل باله بمركز او تمركز مروان محسن عشان يدي هدف ثاني لمروان محسن. ده تقريبا اول هدفين في الدوري ليه يا فارس، لاعب بيبحث عن لاعب الهداف بتاع الفرقه عشان يديله الثقه. اعتقد دي لقطه اتكررت كتير في النادي الاهلي، لكن كان لازم نقف عندها في المباراه دي قبل ما نوصل لليه الدنيا اتغيرت بعدها 60. بص يا احمد، تصريحات قفشه لما بيتكلم اكتر من تصريح معاه، انت بتحقق نتائج جيده مع النادي الاهلي، بيتكلم دايما انا لسه ما عملتش حاجه، انا جاي النادي الاهلي ارفع اكبر قدر من البطولات. قفشه من اللعيبه المتزنه جدا 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 نفسيا، ودي حاجه بتخليني سعيد بيه. وصل لأعلى مستويات التفاني في كرة القدم في لحظة قراره بالتمرير لمروان محسن. صعب جدا يا جماعة لاعب يعمل اللقطة دي. في لاعبين عظام وحققوا مسيرة كبيرة وما نقدرش نشكك في ان هم لاعبين عظام ومش هنذكر اسماء، ولكن كان قدام المرمى خصوصا لما يقدر يسجل هدف مستحيل يفرط فيها. قفشة هنا تخيل في لحظة من الثانية عاش 100 سيناريو، لاعب مضغوط، لاعب الجمهور ضاغط عليه، لاعب نفسه يحقق انجاز في المباراه، عايز يديه ثقه اكبر، فقرر ان هو يديله الكوره عشان يسجل الهدف. قفشه كمان دوره في المباراه يا احمد كان محوري، لو عرضنا ارقام قفشه هنعرف ليه قفشه كان لازم نتناوله، لان هو اكتر لاعب مرتبط بنسبه استحواذك ودقه تمريراتك اللي كانت عاليه. قفشه دقه تمريره في المباراه دي كان 90%. تمريراته الأمامية دايما أنا بقف عند مدلول الرقم وليس الرقم، سهل جدا تقول 90% ويبقى أغلب التمريرات جانبية أو خلفية. لا، قفشة 45% من تمريراته كانت تمريرات أمامية، 19% تمريرات جانبية و 36% تمريرات للخلف. التمريرات الصحيحة 59 تمريرة منهم 52 تمريرة صحيحة، صنع هدفين، ثلاث مراوغات، الثلاثة مراوغات ناجحة، عرضيات اثنين، الاثنين صحيحة. إذا هنا قفشة مش مجرد لاعب كان بيمتلك كرة القدم يا أحمد، لاعب كان بيمتلك الكرة ويعي جيدا إيه اللي هيعمله بالكرة. قفشة كان بيطبق حاجة مهمة جدا جدا في أمريكا الجنوبية،
بيسمى انجانشي اللي هو الخطاف، اللاعب اللي بيربط بين خطوط الفريق. وانا قناعتي الشخصية ان أفشة لما انتقل من مركز رقم 8 اللي على فكرة اجاد فيه جدا، ولكن لما لعب في مركز 10 وبدأ ياخد مباريات اكتر في مركزه الطبيعي بيقدم الحاجة اللي مفيش غير أفشة ولاعبين اخرين في الدوري يقدروا يقدموها. عشان كده انتداب أفشة كان اهم صفقة النادي الأهلي محتاجه، الى جانب كل صفقات النادي الأهلي الاكيد مهمه، ولكن على مستوى الاداء أفشة من اهم اللاعبين عند فايلر، واعتقد هيظل بالشكل ده. اتفق معاك. وكمان ريني فايلر حاول كتير يريح أفشة في مباريات كتير جدا، هو هنا خرج في الدقيقه 78 برضو بعد الاطمئنان على النتيجه وبعد اراحته. لكن انا بختلف شويه معاك يا فارس في نقطه ان أفشة في مركز 8، انا من وجهه نظري لما بيكون رايح بوجهه للخصم بيكون اقوى بكتير في فكره ان هو لو استلم وظهره للمنافس، ولكن هو اكيد في شغل على النقطه دي، لان أفشة في مركز 8 حتى الان بارز لما بيكون في مركز 8 عن مركز 10 الى حد ما. مش هيصنع هدفين في مباراه، ورغم كده لو عملت سكاوتنج على اداء أفشة الموسم اللي فات اغلب التسديدات بتيجي من الزون اللي بيكون فيها كرقم 10، ولكن اداء رقم 8 كان مفيد فيه. الفكرة ان هي اولويات، انت لو عندك اللاعبين اللي في الخط الامامي كلهم جاهزين تبدأ تفكر بالزبط. في وجود ديانج وجود السلية لازم نبدأ نزق في رأيي ان أفشة يكون 10، لان وليد سليمان صعب تعتمد عليه طول المباراة في المركز ده، فبالتبعية هتلاقي نفسك محتاج لأغلب الموسم أفشة في مركز 10. انا متفق معاك في النقطة دي، واتمنى فكرة الاستلام تحت ضغط وظهره للخصم تكون يجيد فيها. عندنا لاعب أليو ديانج طبعا كان حمدي فتحي وجدنا ضلتنا فيه، والإصابة تقريبا بتنهي الموسم لحمدي فتحي، فرجع أليو ديانج عشان يعوض جزء كبير جدا جدا من غياب حمدي فتحي. وبالتالي كان حريص ريني فايلر على إراحته وخروجه بعد الدقيقة 60، ولو خدنا أرقام ديانج حتى الدقيقة 60 أو الدقيقة 59 تحديدا هنلاقيه استخلص الكرة 10 مرات في الوقت اللي أكتر لاعب أو معدل استخلاص الكرة من لاعب الأهلي كان 13 مرة، وده بيبين الدور الدفاعي لأليو ديانج. طبعا أعلى معدل استخلاص الكرة من لاعب الأهلي كان في 90 دقيقة، لكن ديانج في 59 دقيقة. ديانج الأكثر استخلاصا للكرة في الأهلي في 3 مباريات متتالية في الدوري، مباراة الإسماعيلي كان 24 استخلاص، مباراة الاتحاد السكندري 20، مباراة مصر المقصة 17 مرة استخلص فيها الكرة، وده بيدل على أهمية أليو ديانج حاليا في وسط ملعب النادي الأهلي. وخلاص أعتقد ريني فايلر بعد لفت انتباهه لفكرة الإنذارات وإن ده مركز دفاعي أكيد بقى خد الثقة وما بقيناش قلقانين، رغم هو خد إنذار في الدقيقة 25 وده إنذار مبكر جدا في مركز 6 تحديدا، لكن كان في اتزان نفسي طول المباراة وفي اتزان في التعامل مع كل الكرات. واعتقد ديانج بيمتاز مش بس باستخلاص الكرات، كمان عنده رؤية جيدة للملعب وبيقدر يلعب الكرة المباشرة اللي بتقدر توصل لاعبي النادي الأهلي او الخط الامامي للمرمى مباشرة. نتمنى، لان حصل بعد تغيير 59 ونقول بقى ليه الخلل اللي حصل، احنا قلنا عمرو السولية رجع مكان أليو ديانج مركز 6 وفي تغيير اخر تم. طبعا المباراة دي كانت بتشهد أول ظهور لكهربا، نزل مكان مجدي أفشة في الدقيقة 78 وراح جيرالدو وينج ليفت وراح ولعب كهربا وينج رايت، ولكن بعد 10 دقائق تقريبا أو 3 دقائق نزل محمود متولي في الدقيقة 81 عشان يلعب في مركز 6، وده اللي بيدل على فكرة ريني فايلر اللي دايما ذهنه حاضر، دايما بيحضر للمباريات اللي جاية. أليو ديانج مش هيلعب المباراة الجاية، وعنده حسام عاشور مصاب، فبدأ يفكر في فكرة الدفع بمحمود متولي في مركز 6. هو الحقيقة محمود متولي ما أجتش في العشر أو الحداشر دقيقة اللي لعبهم في المباراة، ولكن هي فكرة عشان رينيفر يقدر يحدد هل يلعب بمحمود متولي وتبقى العشر دقيقة أو الحداشر دقيقة دولت تدريب أو استعداد للمباراة القادمة، ولا ممكن يدفع برامي ربيعة أو أحمد فتحي ويلعب بمحمود متولي جوار أيمن أشرف في المباراة القادمة. ده سؤال لي كفارس. إصاباتنا في المركز ده كتيرة، وريني فايلر بدأ يخلق بدايل. محمود متولي من أهم الحاجات، لما جاء أنا قلت نفسي في البداية كان عندي وجهة نظر إن بفضل محمود متولي في مركز الارتكاز عن لاعب الدفاع،
وانا شايف ان بالتبعيه المركز ده هو اكتر مركز فيه غيابات في النادي الاهلي وفيه نقص. ففايلر بدا يحط ايده على اكتر حاجه صح عملها. العشر دقائق دول مش مقياس ولا تقييم لاداء محمود متولي فيما بعد. هو فعلا بدايه ان فايلر محضر في كل مركز، واحنا قلناها قبل هنا احمد واحد واثنين وثلاثه والعالم كله بيعمل كده. واتمنى ان النتائج فيما هو قادم تساعد فايلر بحيث انه يبدا يدي اللاعبين. هو هيحضرهم امتى؟ انت تلعب ضغط مباريات. تخيل انت ممكن تضحي بان انت تعمل هيفي سكور في مباراه او ان انت تفضل ليدنج والجمهور يحس ان هو يطلع بانطباع ان ده ما كانش افضل اداء عشان انت ما عندكش فرصه تانية تحضر فيها اللاعبين غير في الوقت ده. حتى كارتيرون وكان امين جدا لما اتكلم امبارح في تصريحات مهمه برضو عن ان اللي بيتعرض ليه الاهلي والزمالك ما يساعدش اي مدرب غير ان هو يحضر بدلائه داخل المباريات الرسميه. فايلر لازم يعمل ده بحرفيه مختلفه عن كارتيرون شويه عشان ما يعرضوش لخطوره زي ماتش طنطا اللي كارتيرون كان تصرفه فيه، هنيجي نفسره فيما بعد فنيا. ولكن الحرفيه في ادخال محمود متولي والعديد من اللاعبين، شفنا احمد فتحي بالزبط بيلعب باك شمال، شفنا جيرالدو بدا يدخل، احمد الشيخ الروتيشن مش كده وبس يا فارد، ده كمان هو لما بيجي مثلا انا عايز ادفع بحسين الشحات في مركز 10 تلاقي في مباراه انا وصلت فيها 2-0 3-0 اقوم مدخل حسين الشحات اخر ربع ساعه مركز 10، انت ممكن الاداء يقل شويه لكن في النهايه انا بجهز حسين الشحات ان يكون عنده القابليه ان يلعب في المكان ده. وبالمناسبه هو لعب فيه في الامارات لكن ده بيحصل دايما في المباراه. نفس القصه بالظبط لما لعبت علي معلول جناح، انا قبل المباراه ما لاعب علي معلول جناح اساسي برضو دخلته ربع ساعه لما لعبت بايمن اشرف باك شمال ولعب علي معلول جناح بالزبط. فهو ده سياسه فايلر مع لاعبي النادي الاهلي، وسياسه ناجحه وسياسه في حدود المعطيات متميزه جدا. فبالتالي فكره تجهيز محمود متولي مكان اليو ديانج في مركز 6 كانت فكره كويسه جدا، خاصه والنتيجه 3-1 وانت ضمنت الفوز بنسبه كبيره. وبمناسبه النتيجه كان في تصريح استوقفني للمدير الفني المحترم الكابتن عبد الناصر محمد مدير الفني فريق اف سي مصر، الحقيقه كان اتكلم عن ركله جزاء اللي هي طبعا كان فيها ركله جزاء لصالح اف سي مصر على رامي ربيعه من تدخل واللاعب اف سي مصر لحق الكره، لكن كان بيقول ان انا لو قدرت احقق ركله الجزاء دي اقدر احقق التعادل. فكرني بتصريح الكابتن طارق يحيى، احنا جبنا جونين في نص ساعه اكتر من لان الاهلي جاب 3 اجوان في 60 دقيقه تقريبا. الحقيقه في انديه كتير قدرت تعمل ترجع قدام النادي الاهلي والنتيجه 3-0 لغايه 3-2، لكن كان صعب جدا انها توصل لنتيجه 3-3 وكان اولى نادي الزمالك يوصل لكابتن عبد الناصر. بص يا احمد، عايزين نديله حقه برضه، هو تحدث بشكل جيد جدا عن النادي الاهلي تأكيد. وعن انه اكتر فريق بيلعب كره منظمه في مصر وان هو خسر قدام اصعب فريق في الدوري. اكيد كل مدرب عنده طموحه، ولكن كويس جدا ان احنا بنحط لكم التصريحات في موضعها بحيث نشوف الايجابي فيها والسلبي. ولكن بعد ما انتهينا من مباراة الأهلي ونادي مصر عندنا تتويج لمجهود النادي الأهلي في 2019 برضو بشكل مختلف رقميا، بحيث ان احنا نقدر نستعرض يا احمد اجمالي النادي الأهلي المباريات اللي خطها في 2019 في مختلف البطولات. النادي الأهلي في بطولة الدوري لعب 22 مباراة، فاز 18، تعادل 2، خسر 2، سجل 38 هدف واستقبل 11. في 2019 كان موسمين من الدوري متلاحمين، عشان كده هتلاقوا احنا كاتبين الدوري مرتين. 5 مباريات في الدوري الأخير، فاز 5 وسجل 17 واستقبل هدف. هتلاحظوا تباين الخمس مباريات اللي في الموسم الجديد هم مع ريني فايلر، فأكيد النتائج مختلفة تماما سواء في قوتك الهجومية أو استقبالك للأهداف. دوري الأبطال النادي الأهلي برضو في 2019 كانت المباراة بتتشابك في بطولتين، لعب 8 مباريات دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، فاز 4 تعادل 1 خسر 3. في دوري الأبطال 2019-2020 لعب 6 فاز 5 تعادل 0 وخسر 1. كاس مصر برضو بطولتين، لعب مباراة في الموسم الكاس الماضي خسرها، أما كاس مصر 2019 لعب مباراة فازها البطولة اللي لسه مقامة. السوبر المصري حققناه على حساب الزمالك من مباراة واحدة. الإجمالي الأهلي لعب 44 مباراة، فاز 34 مباراة، تعادل 3، خسر 7، سجل 94 واستقبل 26، وهي بالمناسبة
ليست أفضل مواسم النادي الأهلي اللي نتمنى إن في رأيي الموسم الحالي 2020 نحقق فيها طموحات مختلفة جدا يعني. نتمنى إن شاء الله، ويمكن كمان نتائج دور الأبطال 2019-2020 مختلفة تماما عن 2018-2019. والحمد لله يعني حتى يمكن الناس بتتكلم عن فكرة النادي الأهلي لعب 10 مباريات ما دخلش مرماه غير هدفين، وده بيدل على منظومة النادي الأهلي مش بس الدفاعية، المنظومة ككل اللي هي زي ما اتقال إن أنت مش هتقدر تهاجم النادي الأهلي. لكن نيجي بقى الهداف والنادي الأهلي عام 2019، وعلى رأس هدافي النادي الأهلي عام 2019 الكابتن حسين الشحات اللي أتم تحديدا سنة مع النادي الأهلي. هو طبعا كان جاي في بداية يناير 2019 سجل 14 هدف، ويمكن احنا ذكرنا ان الاهداف في تحت ولاية رينيه فايلر كانت هي الاكثر، يلي حسين الشحات الكابتن وليد ازارو اللي سجل 12 هدف، ثم يليهم الكابتن علي معلول 11 هدف، والكابتن علي معلول خد نسر عام 2019. عندنا بعد كده جونيور اجاييب 9 اهداف، رمضان صبحي 7 اهداف كانت قابلة للزيادة لولا الاصابة تحديدا في مباراة شهر 12، وعندنا حمدي فتحي 5 اهداف، وليد سليمان 7 اهداف، كابتن وليد سليمان 7 اهداف منهم 5 اهداف في الموسم الجديد من الدوري، وعندنا حمدي فتحي 5 اهداف، وكريم ندفد 5 اهداف اللي كريم ندفد اصابته من ابريل نتمنى العوده السريعه، لان كريم ندفد في الوقت الحالي النادي الاهلي في اشد الاحتياج ليه، هو بدا دلوقتي يعمل جري حوالين الملعب، وان شاء الله نتمنى تكون الاصابه تنتهي بسرعه ويرجع تاني، لان بالفعل هو إضافة قوية جدا لوسط ملعب النادي الأهلي، خاصة ما احنا شايفين الروتيشن اللي بيتم والإيقافات والإصابات، فنتمنى عودة كريم ندفد، وبرضه بنبارك للكابتن علي معلول على نسر عام 2019، ويمكن ده طبعا اتفق مع غالبية آراء الجماهير واللي استعرضناه هنا في الأهلي خط أحمر، إن علي معلول هو أفضل لاعب في 2019 للنادي الأهلي. في لاعبين آخرين يستحقوا إن احنا نذكر مجهودهم الأكثر مشاركة على مدار 2019، نستعرض اللاعبين اللي كان لهم المجهود الأكبر في سنة 2019. كان عمرو السولية 42 مباراة، أيمن أشرف 42 مباراة، محمد الشناوي 41 مباراة، علي معلول 40 مباراة، حسين الشحات 40 مباراة، جونيور أجايي 37 مباراة، ورمضان صبحي 36 مباراة. وبكده نكون فعلا في الحصاد يا أحمد، ما سبناش للناس حاجة، تناولنا كل حاجة تخص النادي الأهلي على مدار عام 2019، ولكن يبقى حد مختلف خالص خارج دائرة الحصاد دايما، ولكن شفنا ان ليه حق علينا ان احنا نذكره، لان هم جنود مش مجهولة، ده جنود المستقبل يعني، هم ثروات النادي الأهلي. لكن الحقيقة انا حابب بس اعقب على الاكثر مشاركة، هنلاقي الكابتن حسين الشحات والكابتن علي معلول وجونيور أجاييه وكابتن رمضان صبحي تحديدا، ده اللي النادي الاهلي دعم بيهم. طبعا كان جونر اجاييه مصاب وعلي معلول كمان مصاب ورجعوا في شهر يناير، وكمان الكابتن حسين الشحات والكابتن رمضان صبحي كان رجعوا برضه في شهر يناير، وده بيدل على ان الانتقالات الشتويه للنادي الاهلي من انجح الانتقالات الشتويه اللي حصلت في مدار تاريخ النادي الاهلي، وفرقت كتير جدا مع الموسم بالظبط، مع السنه كامله مش الموسم بس. نيجي بقى لثروات النادي الاهلي وقطاع الناشئين في النادي الاهلي، اللي دايما هتلاقي اغنى قطاع ناشئين في الكره المصريه، وعاده اللي مش بيكمل مع النادي الاهلي لا ده كمان بينتشر في كل أندية مصر، وكل موسم تقريبا هتلاقي من 60 ل 70 لاعب أمروا على قطاع ناشئين النادي الأهلي، وكمان الفريق الأول في النادي الأهلي يمكن النادي الأهلي فيه أكبر عدد لاعبين ممكن من قطاع الناشئين، محمد الشناوي كابتن محمد الشناوي طبعا كلهم كباتن، محمد الشناوي، شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمد هاني، حتى حسين السيد، سعد سمير، حسام عاشور، كريم ندفد لسه قايلين، لعيبة كتير جدا، كابتن رمضان صبحي طبعا، لعيبه كتير جدا من قطاع ناشئين النادي الاهلي. انا طبعا مش عايز انسى حد، لكن تقدر تكون تشكيل كامل كهربا من ينفعش ننساه وطبعا كهربا من قطاع ناشئين النادي الاهلي بعد جولاته ورجع طبعا للنادي الاهلي، طبعا ما ينفعش ننسى كهربا من قطاع ناشئين الاهلي. فبالتالي هتلاقي تقدر تكون تشكيل قوي جدا من ابناء النادي الاهلي من حراسه المرمى وحتى رأس الحربة، لكن عشان كده لازم نلقي الضوء على ثروات النادي الأهلي ومستقبل النادي الأهلي. ومعانا أول لاعب بلال محمد عطية، هو مواليد 2008، هداف فريق براعم الأهلي مواليد 2008، المركز مهاجم،
لعب 10 مباريات سجل 8 أهداف صنع 5، يعني بمعدل مساهم ب 13 هدف في 10 مباريات. هنيجي بقى للاعب الثاني واللي اعتقد كتير من جمهورنا عنده فكره عنه، عمر سيد معوض ابن الكابتن محمد بركات. ابن الكابتن سيد معوض لاعب واعد ولاعب كتير جدا من الناس المسؤوله عن قطاع الناشئين. عشان ما ننساش يا احمد لازم ندي الشكر فاروق صلاح المجهود اللي عمله معانا في الفقره دي، وكابتن اسامه حسني اللي ما بيبخلش علينا باي حاجه دايما ومساند لينا، والصفحه الرسميه لقطاع الناشئين الرسميه، وكل من ساعد في ان هو يدينا معلومات مختلفه عن قطاع الناشئين. فنرجع لعمر سيد معوض، لاعب مهم وواعد والجميع يثني عليه ان هو فعلا موهبه بالفطره، وجايب جينات بقى الاهلاويه. كابتن رمضان السيد، كابتن سيد معوض، يعني اعتقد فعلا لاعب مؤهل، بيلعب جناح ايسر وجناح ايمن وبيلعب ايضا ظهير ايسر، هداف فريق النادي الاهلي مواليد 2006، يعني هو لاعب هداف وهو لاعب جناح وبيلعب احيانا كفول باك. لعب 8 مباريات سجل 11 هدف، ابن الوز عوام بس بزياده. لا هتفوق بقى شويه. هو كمان بيلعب بلاي ستيشن كويس وبيكسر الكابتن محمد بركات. عندنا لاعب بعد كده سيف ايمن، طبعا شبه مارسيلو بس على صغير، 2005، احد العناصر الاساسيه في فريق ناشئ الاهلي مواليد 2005، طبعا بيلعب مركز جناح ايمن، 5 اهداف وصنع 6 اهداف، يعني ساهم ب 11 هدف هذا الموسم مع قطاع ناشئين الاهلي تحت 2005، مواليد 2005. نيجي للاعب اللي بعده مواليد ايضا 2005 وهو يوسف عفيفي، كابتن فريق الناشئين بالاهلي مواليد 2005 واحد اهم هدافي الفريق ولاعب مميز جدا صانع العاب، ومع ذلك سجل 6 اهداف وصنع 7، ولاعب الجميع بيؤكد ان هو مميز جدا على مرمى الخصوم، وموهبه من المواهب اللي لازم النادي الاهلي يرعاها ويحافظ على وجودها. والاهم رساله لكل الناس اللي بنقدمها في الفقره دي، اهم من ان انتوا النادي الاهلي يحافظ عليكم، ان انتوا تحافظوا على نفسكم، لان عايزين نرجع نتكلم ازاي في يوم من الايام ناقشنا في الحلقه دي اسماء كانت فعلا تستحق. وكتير يا فارس بيكون في نجوم في قطاع الناشئين والاشبال لكن ما بيقدروش يكون عندهم الاتزان اللي يخليهم يلعبوا فريق اول، فنتمنى طبعا النجوم اللي احنا بنستعرضها دي هم نجوم في قطاع الناشئين ان شاء الله يكونوا امتداد لنجوم اثرت النادي الاهلي على مدار تاريخه. طبعا معانا الموهبه اللي بعد كده ميدو اسامه، حلو ميدو اسامه، مواليد 2004، طبعا هو هداف فريق النادي الاهلي مواليد 2004 برصيد 9 اهداف، شارك في جميع المباريات وبيلعب في مركز صانع الالعاب، طبعا خط وسطه كان كابتن اسامه حسني له اشاده كبيره بهذا اللاعب، وان شاء الله نتوقع له مستقبل باهر، وان شاء الله يقدر يضيف او يصعد للفريق الاول زي اللي سبقه. من ميدو اسامه لميدو نبيل، وكان القطاع عامر بميدو وهداف الفريق، ويحتل منفردا صداره هدافي بطوله الجمهوريه للناشئين في الدور الاول، صانع العاب وجناح ايسر، لعب 11 مباراه سجل 15 هدف، الارقام بتؤكد ان اللاعبين واعدين يا احمد. بالتاكيد. ومعانا احمد سيد عبد النبي مواليد 2002، وبرغم انه مواليد 2002 لكن تم تصعيده من عام مع مواليد 2001، وهو احد العناصر الاساسيه في الفريق، لكن الاهم كمان ان هو احد العناصر اللي انضمت لمعسكر منتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين، والكابتن ربيع ياسين دايما بيمتاز بانه عنده عين خبيره في قطاع الناشئين، ودايما اللعيبه اللي بيضمها لقطاع الناشئين بتبقى لعيبه مميزه وبتقدر تصنع اسماء، وشفنا طبعا جيل رامي ربيعه وصالح جمعه، والاهم يس كمان عند الكابتن ربيع ياسين اللي انا بشوف انه كتير جدا مش واخد حقه جماهيريا خاصه فيما يتعلق بقيادته لمنتخبات الشباب، ان هو بيجيب لعيبه من كل حته في مصر، وبالفعل بيبذل مجهود كبير جدا على انه يدور على المواهب بغض النظر عن اسماء الانديه. طبعا ده مركزه احمد سيد عبد النبي ظهير ايمن. عندنا بعد كده احمد نبيل كوكا، احد ابرز العناصر الاساسيه بفريق الاهلي ومنتخب مصر الشباب، ومؤخرا شارك مع منتخب مصر الشباب في بطوله شمال افريقيا الوديه بتونس، لعب 3 مباريات من 4، خط وسط مدافع وظهير ايسر. في بقى نقطه مهمه حابين نكلمكم فيها، ان هو انضم لاكاديميه النادي الاهلي عام 2007 وهو عمره 6 سنوات. لازم نعرف ان اكاديميات النادي الاهلي ايضا لها دور مهم جدا،
مش مجرد ان هي اكاديمية او ان انت تفقد فرصك لو انت مش موجود في اختبارات الناشئين داخل النادي، كمان اكاديميات النادي الاهلي بتدي فرصة تشارك وتتحول للاعب دولي في النادي الاهلي، الحلم دايما ممكن يعني. بالتاكيد يا فارس، سواء الاكاديميات الداخليا او خارجيا، خارج مصر احنا عارفين طبعا اننا فروع خارج مصر. ننتقل مع لاعب هو موهبة كبيرة جدا، هو شادي رضوان، اختارته صحيفة الجارديان ضمن أفضل 60 موهبة صاعدة حول العالم. بخاف من الحاجات دي. هو ده بقى فكرة الاتزان النفسي، هو هيقدر يتحمل ده، لكن إن شاء الله نتمنى في النادي الأهلي أكيد في رعاية كاملة جدا بفكرة الاتزان النفسي اللاعبين. وإن شاء الله هو طبعا لقبه الفراري ومركزه جناح أيسر وأيمن وطوله 173 سنتي. طبعا شادي رضوان موهبة كبيرة جدا وإن شاء الله يكون إضافة بإذن الله. نيجي للظهير الأيسر لمنتخب مصر الشباب، واحد اهم اللاعبين في تشكيله النادي الاهلي ومنتخب مصر الشباب ومن افضل مواهب الكره المصريه في مركز الظهير الايسر. 2001 هو من مواليد 2001 محمد اشرف، شارك مع المنتخب مؤخرا ايضا في بطوله تونس الوديه ولعب اساسي في كل مباريات البطوله. من محمد اشرف للعربي جمال، هداف الموسم الحالي والماضي في دوري منطقه القاهره، وهو طبعا مهاجم مواليد 2000. الموسم الماضي لعب 18 مباراه وسجل 21 هدف، ما شاء الله. لا الرقم اللي بعده بقى، الموسم الحالي لعب 9 مباريات وسجل 19 هدف. نتمنى الكابتن المستر ريني فايلر يبص عليه، الارقام دي أرقام كبيره جدا، ارقام دايما تستدعي بالظبط وبتعكس فكره ان هو هداف بالفطره والهداف بالفعل عمله نادره، واعتقد احنا في مصر بنعاني في المركز ده. نتمنى ان شاء الله للتوفيق. ومش صغير يا احمد، فاعتقد مهم جدا نشوفه قريب حتى سنة. لو يبدا يدخل بشكل في مباريات تسمح فيما بعد. نيجي بعد كده لمحمد شكري، ثاني هداف فريق الشباب، لعب 17 مباراة وسجل 11 هدف، ولكن هو مش مهاجم وهو ثاني هداف فريق الشباب، جناح مهاجم وظهير أيسر. من شكري لفخري، محمد فخري مواليد 1999، هداف بطولة الجمهورية للشباب هذا الموسم، أحد مواهب كرة القدم المصرية، قادم للنادي الأهلي من نادي غزل المحلة، وده طبعا صفقة اتكلمنا عنها قبل كده. حصل مع فريق الشباب الموسم الماضي على بطولة الجمهورية وشارك مع المنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية، موهبة واعدة جدا وعمل اسيست رائع جدا في مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99، مركزه صانع لعب والأهداف 12 وصنع 7 يعني مساهم ب 19 هدف. نيجي لتشكيل المثالي لناشئين النادي الأهلي عام 2019، وبنعيد الشكر لكل المسؤولين في القطاع، كابتن أسامة حسني، فاروق صلاح المجتهد اللي مدينا بمعلومات كتير الحقيقة، سير مع فريق الإعداد جدا ما دونهم ما كانش عمر التقرير ده يخرج والفقرة دي تخرج بالشكل ده، مصطفى شوبير في حراسة المرمى من مواليد 2000، فارس طارق في الدفاع من مواليد 2000، ومحمد عبد المنعم من مواليد 99، محمد أشرف ظهير أيسر من مواليد 2001، وأحمد عبد النبي ظهير أيمن من مواليد 2002، ميدو نبيل ارتكاز مواليد 2003، وأحمد نبيل كوكا مواليد 2001. معنا خط الهجوم يا أحمد، عمر سيد معوض 2006، ومحمد فخري مواليد 99، ومحمد شكري مواليد أيضا 99، والهداف بالفترة إن شاء الله العربي جمال مواليد 2000. خلصنا بكده فقرتنا اللي نتمنى تكون قدمنا فيها حاجات فعلا تكون مختلفة، وفعلا نكون عملنا اون سبوت بمعنى الكلمة على حاجات نتمنى جمهورنا يكون سعيد بيها. هنطلع فاصل ونرجع لفقرتكم المحببة ريمونتادا. ورجعنا لكم واخر فقراتنا ريمونتادا. اعتقد كانت حلقه فيها هدوء نسبي، ولكن هو الهدوء اللي نعتقد انه يسبق العاصفه. دايما اكذوبه من ضمن الاكاذيب اللي بتروج في الاعلام الرياضي، فكره النادي الاهلي هيفوز ويبقى مكتسح في الدوري، اصل الدوري ضعيف. النادي الاهلي هيفوز ويبقى مكتسح في افريقيا، اصل انديه افريقيا ضعيفه. النادي الاهلي لو خد كاس العالم للانديه هيتقال برضو أصل الأندية بتروح عشان تلعب مباريات قليلة، والأندية بتاعت أوروبا خايفة على نفسها وهكذا، ومش واخدينها بجدية. أي بطولة النادي الأهلي هياخدها هيكون أو يتفوق فيها هيكون في 100 سبب
بيروجوا بعض الإعلام الرياضي أكيد وليس كله عشان جمهور النادي الأهلي ما يعرفش يفرح، بس صدقوني إحنا بنعرف نفرح كويس قوي. نطلع نشوف الفيديو ده ونعقب عليه. المباريات الأفريقية اللي جاية الأهلي عنده بلاتينيو يوم السبت، شايف المباراة دي عاملة إزاي؟ هتكون عاملة إزاي؟ مباراة مهمة جدا، لأن في تفاوت ما بين مستوى النادي الأهلي الإفريقي عن مستوى النادي الأهلي المحلي. النادي الأهلي المحلي ياخد 10/10 لأنه جاب العلامة الكاملة وعامل أداء كويس وماشي كويس على المستوى المحلي. لكن تيجي للنادي الأهلي على المستوى الإفريقي نتائجه مش ولا بد، هو ثالث المجموعة، مازال محتاج لفوز على بلاتينيوم. لو ما عملش ماتش الأهلي قوي وقدر يكسب مكسب مريح علشان يقدر يكمل في المجموعة، أعتقد هيبقى موقف الأهلي صعب الإفريقي. لكن ما زال موقف الأهلي الإفريقي أصعب من موقف المحلي بكتير، وفي تفاوت ضخم جدا زي ما أنا بقول ما بين مستوى الأهلي المحلي ومستوى الأهلي الإفريقي. أستاذ بليل، بص أنا الأستاذ عمرو اتكلم في حتة مهمة جدا، فرق التفاوت بين المستوى الأهلي المحلي والإفريقي. المشكلة مش في الأهلي، ما هو الأهلي مستوى ثابت، مشكلة في الدور المحلي، الخلل في الدوري المحلي. ودليل ان انت يعني لعبه الكراسي الموسيقيه مش دليل على قوه الدوري، دليل على انه ما في مستويات متفاوته. ولما الكابتن حسام البدري وانت انفردت وجبته واتكلم على انه الدوري المصري ضعيف وان هو لا غير قادر على الافراز، الراجل اتكلم بصراحه. احنا في ناس كتير انتقدته هجمته وقالوا له في اتحاد الكره اسكت ما تتكلمش الكلام ده، انت بتجد مبررات. لا دي حقيقه، الدوري المصري حاليا الان لا يفرز لعيب ان هو يكون لاعب منتخبات. الدوري المصري زي ما بنشوف ادينا زي احنا بنقول في تفاوت بين المستوى الافريقي والمحلي، لا، لان احنا مستوانا سيء على المستوى المحلي. يعني ليه لما الكابتن حسام اتكلم يعني طبعا تتفق او تختلف معاه، كان متفق جدا معاه في الجزئيه دي، ليه لما يتكلم بصراحه احنا نخاف؟ ليه ما نعترفش احنا الدوري المصري اسوأ دوري مصري؟ السنه اللي فاتت اتفرجنا استمتعنا بالدوري للنهايه. بحب جدا افتش في النوايا، خصوصا لو هي نوايا سيئة، ومفيش أسوأ من النوايا اللي احنا سمعناها. جملة وسط الكلام، النادي الأهلي تالت مجموعته، انت شايف الصورة ازاي؟ النادي الأهلي بيتساوى برصيد 6 نقاط مع المتصدر وعنده نفس عدد النقاط مع النجم الساحلي والهلال. شفتوا الموضوع اتقال ازاي؟ حاجة تانية، ممكن اقول موقف النادي الاهلي في افريقيا هو مش بنفس جوده موقف النادي الاهلي في الدوري، شيء منطقي، ولكن الموضوع عرض على طريقه ان النادي الاهلي موقفه بالغ الصعوبه ومهدد بالخروج. والنادي الاهلي جمله بقى تانية قالها استاذ بليغ ابو عايد راحت بقى في حته تانية خالص. بص ده لو دققنا في الكلمه يا احمد هناخد بالنا من اللي جوه تفكيره، لانه قال لك ايه بقى؟ قال لك لا، هو مستواه في افريقيا زي مستواه في الدوري، مفيش تفاوت، لكن الدوري ضعيف. ايوه، هو عايز يقول لك ان انت ضعيف كمان في الدوري، بس ضعيف كمان في افريقيا، مش ان انت جيد في الدوري ولكن في افريقيا لسه ما بقتش بنفس الجوده، وده اخطر. الفكره دي اتقبلها لو انت نادي تاريخك في الدوري عريق وفي افريقيا محدش يسمع عنك، انما النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا. واعتقد استاذ بليغ ابو عايد نفسه كان ليه كلام قبل كده في الموضوع ده، النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا. هو نيجي بقى للألفية الحديثة نشوف النادي الأهلي اللي كان ماشي في الدوري ومكتسح، هل كان في نفس الوقت ده في أفريقيا عاجز، أو في نفس الوقت كان في أفريقيا بعيد؟ هل نفس الوقت ده كان في أفريقيا مش قادر يكون نفس النادي الأهلي، ولا النادي الأهلي سيد الأندية في مصر وسيد أندية أفريقيا كما يردد المعلقين الغير مصريين؟ نشوف التصميم ده اللي بيعرض بطولات النادي الأهلي في الدوري من فترة من 2005 وما يتزامن معها من بطولات النادي الأهلي في أفريقيا. 2005 بس عايزين نوضح، عشان احنا بدأنا من 2005 في الألفية الجاية ناخد الدوري بالظبط. احنا بنتكلم في موسم 2005 في دوري أبطال أفريقيا انت بطل، في الدوري المصري بطل، في موسم 2006 بطل في الدوري، بطل في دوري أبطال أفريقيا، موسم 2007 انت البطل في الدوري وصيف دوري أبطال أفريقيا، 2008 بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الدوري، 2009 بطل الدوري ودور ال 16 دوري أبطال أفريقيا، 2010 البطل في الدوري نصف نهائي أفريقيا. طبعا النصف نهائي ده خرجنا بإيد إنرامو 2010 بمباراة الترجي الشهيرة.
2011 بطل في الدوري ربع النهائي في أفريقيا، 2012 و2013 البطولتين لم تكتمل في الدوري والنادي الأهلي بطل أفريقيا، 2014 بطل الدوري وبطل الكونفدرالية، 2015 وصيف الدوري ودور الستاشر، 2016 بطل الدوري ربع النهائي، 2017 بطل ووصيف في أفريقيا، 2018 بطل ووصيف في أفريقيا، بطل في 2019 ودور الثمانية في 2019. آخر 15 موسم أنت بتحقق 12 دوري وبتحقق 6 بطولات أفريقية على مستوى دوري الأبطال أو الكونفدرالية، 5 دوري أبطال وكونفدرالية، لعبت 8 نهائيات من أصل 15 نهائي. فين ده؟ لو أنت اللحظة فكرت وعرفت قد إيه النادي الأهلي هو سيد سادات الأندية الإفريقية والمصرية، أتحدى تجيب لي فريق كان ممكن يكون على نفس النسق ده. طب أنت حتى ما بتتكلمش في فترة بعيدة، وعلى فكرة الكلام ده كان ممكن أحمد في وقت كتير جدا يسحب من عزيمتنا ويوقعنا، زي بطولة 2013، وأكيد أنت فاكر معايا بدأنا بتعادل مع الزمالك في الدور في دوري المجموعات، ثم تلاه هزيمة من أورلاندو بثلاثية في الجونة، ثم الخسارة من ليوبار في الكونغو، وبقينا صعب جدا. ليوبار ما خسرناش، احنا كسبنا بجول هدف فريق سليمان، ده كان النقلة. ولكن كان موقفنا في المجموعة صعب بعد جدا، بعد اول ماتشين كان موقفنا صعب، وعملنا ريمونتادا زي ما بنتكلم، وحققنا انهينا المجموعة بعد التعادل والخسارة، وما كناش في الموقف ان احنا مع المتصدر 6 نقط زي السنة دي. لا، انت كان عندك في اول جولتين عندك نقطة وحيدة، ولكن قدر النادي الاهلي مش ينهي بس حتى في المركز الثاني، ده يتصدر مجموعته وانتهينا البطولة، حققنا البطولة في النهاية. في الوقت ده لو كنا استسلمنا لتصريحات زي دي اعتقد كان مستحيل ان احنا نحقق حاجة. ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب بكرة ويرد في الملعب، وردينا تاريخيا، بس اللي يهمنا كمان الحاضر والمستقبل. فارس بص، هو انت اتكلمت في نقطه هي فكره احباط النادي الاهلي ودايما تقليل من اي انتصار للنادي الاهلي. احنا بالمناسبه هنا كمان ما ضفناش 5 بطولات سوبر افريقي، يعني الخمس بطولات دوري الابطال دوري احنا خدناهم، خدنا 5 بطولات سوبر افريقي وخسرنا سوبر افريقي سادس بركلات الترجيح لما عماد متعب احرز هدف في الدقيقه 90 ولجأنا لركلات الترجيح. يعني كمان من اصل 6 بطولات سوبر لعبناهم حصلنا على 5 بطولات سوبر. لكن الفكره كلها دايما بتتراوح ودايما الكلام بيتردد عند الزمالكاويه، فكره اللي هي لما خدنا بطوله افريقيا بدون دوري قال لك بطوله افريقيا كمان بقت بطوله ضعيفه وما بقتش بنفس القوه و برغم ان انت مش قادر تحقق البطوله دي. الاهم بقى فكره ان يقول لك اصل انت بتاخد الدوري عشان بيتقدم لك مساعدات، فبالتالي بتتكشف في افريقيا، ودي قالها ناس كتير جدا من الجانب الاخر. والحقيقه انا مش فاهم هم بيحسبوا الموضوع ده ازاي، وانا 8 بطولات افريقيه على قمه الانديه اللي حصلت على بطوله افريقيا، انا مش مطالب كل ما اخد دوري اشارك في افريقيا اخدها، انا هنا في بطوله افريقيا بلاعب ابطال، وفي بطوله الدوري انا تحديدا البطل وبلاعب ناس بتنافس على انها تصارع البطل، المنافسات مختلفه. ومع ذلك مش بالضروره ان انا اخد دوري اخد افريقيا. ريال مدريد على سبيل المثال اخر 5 سنين واخد بطوله دوري واحده، لكن واخد 4 دوري ابطال منهم طبعا امام اتلتيكو وكان ثالث الدوري الاسباني او الليجا الاسباني. على عكس فريق زي برشلونه اخر 5 سنين حقق 4 بطولات دوري محلي وبطوله واحده بس دوري ابطال اوروبا. فكل مباراه وكل بطوله ولها معاييرها وظروفها، ولكن احنا فاهمين كويس قوي انتوا عايزين تعملوا ايه، ومش هنسمع للكلام ده. والنادي الاهلي ان شاء الله مكمل في طريقه كسيد انديه مصر وسيد انديه افريقيا، ودي كانت نقطه حبينا نقفلها عشان ننتقل لنقطة تانية مهمة جدا، وهي فكرة الحديث دايما عن فكرة نظام الاستبدال. زي ما قلنا تقريبا كل الأندية باستثناء نادي الزمالك عايز يخلي نظام الاستبدال زي ما بدأنا المسابقة ننهي المسابقة. النادي اللي له 2 لعيبة من 5 ما استبدلهمش يستبدلهم، النادي اللي له لاعب واحد يستبدله، النادي اللي خلص الاستبدال بتاعه أو الخمسة اللي كانوا متاحين قبل 30 أغسطس خلاص الموضوع انتهى، نبدا المسابقه زي ما ننهيها. فيطلع بعض الكلام يقول اشمعنا من 2 سنين لما النادي الاهلي احتاج للاستبدال اتفتح الاستبدال، وطبعا كلام خاطئ جدا وحق يراد به باطل. الحق ان الاستبدال فعلا اتفتح وب2 لعيبه، لكن فكره ان النادي الاهلي فقط هو اللي عاوز
وفكره كمان ان اللوائح كانت سليمه من بدايه الموسم لنهايته دي، تعالوا نسمع فيها بقى الكابتن مجدي عبد الغني في مداخله ونرجع نعقب. النهارده احمد الشيخ مقيد في النادي الاهلي ومقيد في نادي مصر المقاصه، ده ضد اللوائح وده مش صح. لازم يترفع احمد الشيخ من قائمه النادي الاهلي في فتره الاعاره بتاعته السنه ويبقى موجود هناك ومرتبط بالنادي الاهلي بالتعاقد بتاعه يرد للنادي الاهلي تاني في الموسم اللي بعده. زي محمد صلاح وتشيلسي. بهدوء كده عشان نفهم، نظام اللي تم من سنتين لو هو مخالف للنظام الاساسي ولوائح الفيفا يبقى ده طبعا شيء خرق واضح احنا لا نقبله، لكن لما تكون انت في بداية الموسم اساسا عملت نظام هو اللي فيه تضارب مع لوائح الفيفا لما يتم اصلاحه في يناير فانت هنا اصلحت الخطأ اللي انت بدأته. يعني ايه كان احمد الشيخ يبقى مسجل واخد مكان في قائمة النادي الاهلي وهو معار لنادي المقصة واخد مكان في قائمة المقصة؟ الفيفا لا يقبل ابدا بتسجيل لاعب واحد في ناديين. ده كان حاصل، فلما اجي في يناير اصحح الخطأ واقول ان اللاعب ده لازم يترفع من قائمه النادي الاهلي والنادي الاهلي ياخد لاعب مكانه، فانا هنا صححت الخطا بما يتناسب مع لوائح الفيفا. اما الوضع الحالي فانا اصلا من بدايه الموسم متماشي مع لوائح الفيفا، فاي تعديل يلزم موافقه ال 18 نادي موافقه رسميه، وده مش حاصل لان الانديه رفضت تغيير نظام الاستبدال. الاهم بقى في الموضوع ده، هل النادي الاهلي هو اللي كان الوحيد اللي استفاد من الاستبدال من سنتين او هو الوحيد اللي كان بيطالب من الاستبدال؟ تعالوا نشوف فيديو مجمع عن أندية مصر، طبعا مش كلهم ولكن خدنا تصريحات لمعظم الأندية مسؤولين اتكلموا عن فكرة الاستبدال، نشوف ونفكركم ونرجع معاكم. بتتحدى الاهلي ولا شايف ان الاستبدال ده ضد الزمالك؟ اصل الاستبدال ده مره واحده ننجح ان احنا نتحدى الاهلي، الاهلي اصل انا شايف ان الاستبدال ده مصلحه الزمالك والاهلي مش مصلحه الاهلي بس. يعني الزمالك مثلا عايز يمشي دويدار، عايز يمشي اسلام جمال، عايز يمشي رمزي خالد، عايز يمشي مايوكا معروف ممكن ما يكمل. معايا على التليفون استاذ عطيته عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي، رايكم ايه في موضوع الاستبدال؟ هل النادي الاسماعيلي يؤيد فتح الاستبدال مره اخرى ام لا؟ الراي الاول لك انا كمشجع النادي الاسماعيلي وعضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي هقول لك انا مع الاستبدال، لان احنا نادي الاسماعيلي احوج ما يكون للاستبدال في يناير اللي جاي. اما راي النادي الاسماعيلي فاحنا طبعا احوج ما يكون للاستبدال واحنا مع الاستبدال. معانا على التليفون سياده اللواء ماهر الكسبه رئيس نادي الانتاج الحربي، برحب بحضرتك يا فندم مساء الفل. موقفكم ايه كنادي انتاج حربي، عايزين فتح الاستبدال ولا لا؟ انا طبعا مع فتح الاستبدال. مع الاستبدال في يناير موافق انك انت يفتحوا والاتحاد الكوره يفتح باب الاستبدال؟ انا بالنسبه لي ليه بقى؟ بالنسبه لي انا موافق على الاستبدال ليه؟ انا من ضمن اربع فرق هيلعبوا افريقيا تمام؟ المفروض ان في 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 الشهر في يناير محتاج ممكن ادخل حد واطلع حد. ده طبعا تصريحات لمسؤولين في الانتاج الحربي والاسماعيلي والكابتن ابراهيم حسن، وعندنا كمان كنا جايبين لقطات من اعضاء اتحاد الكره الكابتن حازم امام والكابتن خالد لطيف وقت التصريحات، وعندنا الاهم الكابتن خالد الغندور وهو بيعترف اعتراف واضح وصريح ان الاستبدال ده النادي الزمالك في اشد الاحتياج ليه لانه عايز يبدل من 5 ل6 لاعبين، وده قد كان فعلا واستفاد نادي الزمالك من الاستبدال واتفتح الاستبدال بموافقه تقريبا كل الانديه، وده التصريح اللي اعترف بيه الكابتن حازم امام ضمنيا، وطبعا معروف انتماء كابتن حازم امام ابا عن جد ان كل الانديه بلا استثناء كانت موافقه على نظام الاستبدال، ولكن انا كحازم امام ده تصريحه كان رافض هذا النظام. حبينا بس نقول لحضراتكم ان النادي الاهلي لا بيتعمل له حاجه مخصوص ولا بيخترق لوائح، وكل ما تم من خلال سنتين هو تصحيح لخطا كان يتضارب او يتعارض مع لوائح الفيفا، والنادي الاهلي برضو البعض بيظن ان هو ضد الاستبدال، النادي الاهلي ضد التغيير في نظام المسابقه، النادي الاهلي في اشد الاحتياج انه يضيف 2 أو 3 لاعبين في بعض المراكز. فنيا انت حافظت على، بغض النظر عن احتياجاتك الفنيه، انت حافظت على سلامه المسابقه وعدم خرق اللوائح، وكالعاده عشان ما تتهمش لا انت قلت انا اول نادي رافض الاستبدال بالظبط، وده كنا وضحناه ووضحنا كمان الفرق بين سنتين عشان بعض الناس اللي بتتكلم اعتقد كان رد واضح جدا وصريح جدا وكانت بالصوت والصوره. نخلص من موضوع الاستبدال وعندنا قضيه ثانيه،
قضية أشعلت السوشيال ميديا الأسبوع اللي فات فارس. بعيدا عن الاستبدال، أعتقد في حد محتاج يستبدل وجهات نظره، لأن هي وجهات نظر بتقلل من اللاعبين وبتقلل من احترامه للاعبين دول، هي بعيدة تماما عن احترامه للاعبين أو رؤية فنية. كابتن حسني عبد ربه في لقاء مع مهيب عبد الهادي كان له تصريح احنا شايفينه ان فعلا ما ينفعش يطلع من نجم زي حسني عبد ربه. نتفرج على الفيديو ونرجع نعقب. اتفضل. لازم اقاطعك يا كابتن. حسين الشحات ورمضان صبحي ما يسوش اكتر من 4 مليون؟ اه ايه؟ انا وجهه نظري كده. حسين الشحات ورمضان صبحي؟ ليه؟ وحسين الشحات عمل ايه لسه يعني عشان يستاهل اكتر من كده؟ في لعيبة تانية. طب محمد ويس. عواد ما يستاهلش أكتر من 4 مليون؟ ولا 3 مليون. ولا 3 مليون؟ اه. عمل إيه؟ يعني عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ ما يساووش 4 مليون. أعتقد يا كابتن حسني في أكتر من رد عندنا، ولكن وجهة نظرك الفنية لو بتتكلم على رمضان صبحي أو حسين الشحات وبتتكلم فنيا وبتقيمهم، انت كابتن كبير ولاعب دولي وما نقدرش حتى لو مختلفين نقول انك غلط. ولكن الامور التسويقية اللي بتتعلق بالبراندنج بتاع النادي الاهلي والحقوق التسويقية ليه والفاليو بتاع لاعبيه دي ما ينفعش نتساهل فيها، وما ينفعش يبقى الكلام فيها بالاسلوب اللي حضرتك اتكلمت بيه، خصوصا لو هو ابعد ما يكون عن اي منطق ممكن حد يتكلم بيه. لو عرضنا من موقع ترانسفير ماركت القيمة التسويقية للاعبين، ده رمضان صبحي بنشوف قيمته التسويقية في انتقاله الأخير كان من هادرسفيلد تاون بحوالي 6.5 مليون يورو تم شراؤه من ستوك سيتي، ثم انتقل للأهلي بإعارة ب 800 ألف ثم 750 ألف. احنا هنا بنتكلم عن لاعب آخر انتقال ليه كان ب 6.5 مليون يورو. وفين؟ وفي الدوري الانجليزي بالزبط. احنا بنتكلم لاعب بيلعب في اعلى ليفل على مستوى العالم في الدوريات الكبرى الخمسة، بنتكلم في لاعب بغض النظر عن مشاركته اساسية ولا مش اساسية، احنا بنيجي كمان بنتكلم على مع المنتخب الاولمبي افضل لاعب في البطولة، بنتكلم على لاعب قيمته التسويقية ما تخلينيش ينفع ابدا تحت اي مبرر ان اقول ان هو ما يسواش 4 مليون جنيه. لفظ بينتقص كتير جدا من قدر رمضان صبحي، وان كان كابتن حسني عبد ربه من الناس اللي كانت بتزعل قوي لو حد انتقص من قدرها. لو رحنا لحسين الشحات ايضا نشوف هل النادي الاهلي اشترى سمك في ميه؟ اللاعب اللي قلنا ان هو هداف الفريق في 2019 وهو اصلا منضم في يناير، ولكن نسيبنا من وجهات النظر الفنيه اللي قلنا ان حضرتك ممكن بتحب او بتكره. لاعب قيمته التسويقيه في العين كان العين اشتراه من المقصة ب 2.7 مليون يورو، يعني يقترب من 3 مليون يورو. طب اللاعب ده عمل ايه مع العين؟ في 33 مباراة ساهم في 32 هدف. راجل لعب كاس العالم للأندية مبارياته كاملة، شارك في حتى في النهائي مع فريقه أمام ريال مدريد ال 90 دقيقة يا كابتن حسني، ال 90 دقيقة. لاعب لما يكون قيمته ده ودي حجمه تأثيره ومشاركته مع العين، حضرتك عايزه ينتقل للنادي الأهلي بكام؟ وفريق زي العين هو من أكتر الفرق إنفاقا في الخليج، النادي الأهلي هيشتري منه لاعب بالقوة دي بكام؟ ما ينفعش لاعب قيمته التسويقية مع النادي الأهلي حاليا تصل أكيد لأغلى من المبلغ اللي اشتراه بيه أقول عليه ما يسواش 4 مليون جنيه. لا، حضرتك هنا مش بتقول وجهة نظر فنية، انت بتتحدث عن قيمة تسويقية بمغالطة واضحة تماما، وده شيء غير مقبول وغير منطقي، وأيضا الأهم انه غير صحيح وينتقص من قدرك كتير جدا جدا يا كابتن حسني، لأن لابد حينما تتكلم تتكلم بمنطق، ولو مش عايز تتكلم بمنطق فيبقى في أمور ما تخضعش لقيمة تسويقية للاعبين هم حق اصيل للنادي الاهلي. تاكيد يا فارس، والاهم في الموضوع كمان ان الانتقالات دي في انديه خارج مصر، يعني ممكن وارد جدا ان انت تقول وجهه نظرك في لاعب تم انتقاله داخل الدوري المصري فتبدا تحدد سعر كما يتراءى لك، لكن في الدوري الانجليزي وانتقال بيتم بين اتنين انديه انتقل ليهم رمضان صبحي داخل اقوى دوري في العالم
فاعتقد الناس دي فاهمه كويس قوي هي بتدفع مهمة. فلوسها فين. هيقول لك اصل هو جه النادي الاهلي وما كانش بيلعب. على فكره هو منتقل من لهادسفيلد تاون من ستوك سيتي وهو اصلا مش لاعب اساسي بالزبط. وقيمته التسويقيه زادت. لا وحتى هو كان اطلاقه كان اطلاق في العوام ان هو لا يستحق 4 مليون. فاعتقد دي انديه خارج مصر بتحدد اسعار اللاعبين واعتقد هي عندها درايه. كابتن حسني وحضرتك كان عندك محاوله للخروج لاستراسبورج الفرنسي اعتقد وكانت المحاوله لم تنجح. ولكن تعال نشوف ربما يكون الموضوع اصلا مش موضوع فلوس زي ما الكابتن حسني عبد ربه بيقول ان القضيه قضيه انتماء لعيبه. نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب مع بعض. حسين ورمضان لعيبه الكوره بقت واخدها تجاره. مين النادي اللي هيديني فلوس واروح له؟ ما عادش في انتماء. ما عادش. وده اللي على فكره اللي الناس الحمد لله لما بقابل حد اللي انا عملته لوجه الله سبحانه وتعالى والبيت النادي الاسماعيلي انا الاقيه. سيبك من الفلوس اللي بتيجي وتروح. حبك واخلاصك لناديك هو ده اللي بيبقى حتى لو مت. النهارده الناس بتتكلم في النادي الاسماعيلي على المرحوم رضا وشحته هو ده حازم. والكابتن علي ربنا يديله طوله العمر وربنا يديك طوله العمر. لكن انا حابب اوجه كلامي في نقطه مهمه جدا. ازاي جالك القدره تقول ان لعيبه كره القدم بيروحوا عشان الفلوس بعد ما ذكرت كلمه الكابتن حسين الشحات؟ يعني انت ما فكرتش للحظه ازاي حسين الشحات وهو في انديه اخرى كان بيشجع النادي الاهلي؟ يعني ما فكرتش للحظه العروض اللي اتعرضت على حسين الشحات والمغريات كم اغراءات كبيره جدا داخليا على حسين الشحات وبرضه اصر ان هو مش هيلبس تيشيرت في مصر الا النادي الاهلي؟ طب ما فكرتش في التضحيه والتنازل حسين الشحات عن ما يقارب 18 مليون جنيه؟ اللاعب بتقول ما يسواش 4 مليون جنيه. هو تنازل عن 18 مليون جنيه عشان يحقق حلمه باللعب للنادي الاهلي. ولو القصه كانت قصه فلوس اعتقد كان في العين الاماراتي بياخد فلوس اكتر وكان بيشارك وكان بيحقق انجازات. ولكن في فرق كبير جدا يا كابتن حسني للكابتن تحديدا حسين الشحات ان هو راجع للانتماء. انتماء راجع حقيقي. للهدف. الهدف والحلم. احنا قلنا ساديو ماني كان بيحلم بحذاء. كابتن حسين الشحات كان بيحلم بتشيرت النادي الاهلي. والحقيقه لما نيجي نذكر امثله في الانتماء لازم نسمع وجهه نظرك من سنين فاتت. يعني ده مستقبلي. ده مستقبلي اللي انا عايز اعرف الناس بغض النظر النهارده جمهور الاسماعيلي واخد حته حساسيه بين جمهور نادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه. انما مصلحه حسني عبد ربه الشخصيه ومستقبله اللي هيلاقيه هيلاقيه في نادي الاهلي. وانا بقول الكلام دوت وانا انا خايف على مصلحتي وانا بقولها. وانا بعتذر للنادي الاسماعيلي وجمهور نادي الاسماعيلي اللي هو هيتفرج عليا وهو اللي هيحس بيا. اعتقد حضرتك مدان باعتذار واضح وصريح للكابتن رمضان صبحي اللي برضه كان عنده كميه عروض غير طبيعيه وبرضه قال مش هلبس في مصر الا تيشيرت النادي الاهلي. عروض خليجيه باسعار كبيره بالظبط. وحتى داخل مصر كان في اغراءات ماليه كبيره جدا وبرضه رمضان صبحي اصر على تيشيرت النادي الاهلي وهو عنده هدف واضح يا الاهلي يا الاحتراف الخارجي. مفيش حاجه اسمها ان انا العب لنادي اخر او بجري ورا الفلوس. يا كابتن حسني حضرتك انت اصلا في يوم من الايام كنت شايف مصلحتك انك تلعب في النادي الاهلي وتنهي مسيرتك في النادي الاهلي برغم كل الحسيات اللي كانت مصاحبه انتقالك من نادي الاسماعيلي للنادي الاهلي. وبالمناسبه انت ما وقعتش فقط للنادي الاهلي، لا انت وقعت قبل كده فتره من الفترات لنادي الزمالك ايضا وكنت عايز تنتقل لنادي الزمالك. فلما تكون بتتكلم عن الانتماء يا كابتن حسني لازم تجنب نفسك شويه لان انت بنفسك لولا النعش اللي خرج في الاسماعيليه ولولا لقائك مع الاستاذ زميلنا الاستاذ محمد الليسي كان الامور اختلفت تماما وكان زمانك بتصنع المجد في النادي الاهلي. لان الحقيقه على المستوى الفني انت لعيب مميز جدا من افضل لاعبي خط الوسط في تاريخ مصر قيصر بالفعل. ولكن تصريحاتك محتاجه تكون على نفس اتزانك كلاعب في وسط ملعب النادي في وسط الفريق الاسماعيلي او منتخب مصر. ده في مفارقات واضحة جدا يا أحمد وكأنها القدر بيرد على كابتن حسني. حسين الشحات اللي فضل النادي الأهلي على الفلوس المرتفعة والأجور المرتفعة في الدوريات الخليجية كابتن حسني عبد ربه النقيض تماما. هو اللي جزء الأبرز في مسيرته أضاء مع فرق في الدوريات الخليجية لأنها كانت الأعلى أجرا. فشوف المفارقة. فكابتن حسني يرى الجمهور الإسماعيلي بعد كل ما حدث رمز شأن داخلي يخصه هو يصنع رموزه كما يشاء ولكن
اللاعبين المحببين إلى قلوب النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ما تحاولش تلعب معاهم لأنك غالبا لعبت بالنار. ننتقل بقى لتصريحات برضو كانت أكثر استفزازية. استفزازية مش لجمهور النادي الأهلي، قد يعتقد جمهور الزمالك إن هي استفزازية ليه، ولكن دورنا في الفقرة دي إن احنا نوضح لكم إن هي كانت واقعية جدا. نخرج للفيديو اللي اتكلم فيه كابتن وليد صلاح عبد اللطيف ونرجع نعقب. عايز اتكلم معاك عن الزمالك. الزمالك امبارح كسب ماتش اكيد مهم، اكيد على المشوار الطبيعي المحلي، لكن هو مهم كمان لافريقيا وكمان على طريقه الفوز قدام طنطا. شفت ازاي اللقاء؟ بص، في البدايه لما شفت التشكيل طبيعي جدا التشكيل بيتكلم، يعني انت ما تشوف التشكيل، التشكيل نفسه بيتكلم يقول ان الجهاز الفني الدوري مش في دماغه او مش مركز قوي في الدوري، بدليل ان انت مريح لعيبه كتير جدا ولعيبه مهمه واساسيه. ده الانطباع اللي جالي اللي انا حسيته في الاول. انا مش مع الجهاز الفني. انت 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 يعني مباراه زي دي انت كان ممكن تخسر او تتعادل، يبقى انت بتبعد. انت بتبعد قوي. لسه بتبعد، ان مش انت اصلا بعيد. لا بص، انت ممكن تبقى بعدت عن المركز الاول، لكن ما يعني مش هينفع ان انت تبقى ثالث ولا رابع ولا خامس. يعني ما يصحش. تمام، بعدت عن المركز الاول، احنا بنتكلم بعد لعب 10 جولات من الدوري. كابتن وليد صلاح عبد اللطيف في لحظه من اكثر لحظات الواقعيه والصدق مع النفس، هو قيم كارتيروم فعلا ورؤيته الحقيقيه ان هم بعدوا. جمهور الزمالك فقط اللي اعتقد انه مش على نفس الدرجه حاليا من الواقعيه، ولكن لو رجعنا بالذاكرة لموسم 95-96 ونادي الزمالك بيضم فطاحل، كابتن أشرف قاسم، قاسي سعيد، أسامة نبيه، حازم إمام، محمد صبري، خالد الغندور، كان وقتها وكابتن إسماعيل يوسف، فريق الزمالك وفريق الأحلام. بالظبط، فريق الأحلام. فريق الأحلام ده اللي لحد الجولة العشرين من 30 جولة في موسم 96 كان فارق عن النادي الأهلي أحمد بست نقاط، ولكن تخيل ان في العشر جولات الأخيرة بينتهي الدوري بفارق 4 نقاط للنادي الأهلي، 70 نقطة للنادي الأهلي، 66 نقطة لنادي الزمالك. يعني النادي الأهلي في العشر جولات الأخيرة فقط عوض فارق ال6 نقاط وتفوق ب4 نقاط. وكان في المباراة قبل الأخيرة في الجولة 29 انسحاب الزمالك الاعتيادي نتيجة الصدمة وعدم التصديق، واللي اتكلم عنه كابتن نبيل محمود وقال حبينا نضرب كرسي في الكلوب، ودرس تاني في الواقعية، وكأن نادي الزمالك هنا لم يأخذ بالعبرة. موسم 96-97 نادي الزمالك بينهي الدور الأول ال15 جولة الأولى بفارق 9 نقاط كاملة عن النادي الأهلي، ويعتقد جمهور النادي الزمالك أن آن الأوان للاحتفال بالدوري. ولكن في ال15 جولة الأخرى النادي الأهلي بينهي الدوري بفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك. مفارقة غريبة جدا، يعني في الدور الثاني فقط نادي الأهلي عوض 18 نقطة، بمعنى 9 نقاط من الدور الأول و9 نقاط الدور الثاني. لو حسبنا كان 13 الدور الأول، كان 13 الدور الأول، 15 جولة لعبها الدور الثاني نادي الزمالك ونادي الأهلي، 12 فوز للزمالك، 12 فوز الأهلي، 3 تعادل، 15 مباراة الزمالك، 6 فوز 3 تعادل 6 هزيمة. تخيل ان نادي الزمالك الدوري اللي كان يعتقد جمهوره ان هو في دولاب نادي الزمالك فوجئ ان هو في الجزيرة. كمان القدر ما اكتفاش انه يكون رحيم بنادي الزمالك، في الجولة 27 النادي الاهلي بيفوز بثلاثية كابتن هادي خشبة هدفين وكابتن حسام حسن. مش دي نهاية المصائب التي لا تأتي فرادة. في الجولة الاخيرة نادي الزمالك بيختم الدوري بصورة صعبة جدا بالخسارة من المنصورة برباعية، عشان يكون درس كابتن وليد صلاح عبد اللطيف اتعلمه كويس، وكتير جدا من الزملكاوية عارفينه تاريخيا ولكن لا يفصحوا عنه، ولكن لا تأمن مكر النادي الأهلي. لا، والحقيقة كمان أنا عجبني سؤال الزميل هاني عطحوت لما بيقوله ما الدوري بعد خلاص، فقال له فعلا بعد، بس احنا حبينا نتناول التصريح ده، ويمكن هنجيب كمان تصريح لأحد رموز نادي الزمالك. لأن محتاجين نأكد على فكرة
ان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي حتى لو حصلت معاها مره واحده وخسرنا دوري كنا متصدرين وفي وقت من الاوقات، لا جماهير النادي الاهلي عندها ثقه دايما انها لما يكون فارق حتى لو في المركز ال 18 بتقول احنا ابطال الدوري. تعالوا نشوف تصريح اخر بيتكلم على النادي الاهلي في الموسم الحالي ونرجع نقول وجهه نظرنا في تصريح الكابتن عبد الواحد السيد. فلا الاربعه الاولى كريم، لا اعتقد ان في تغيرات طبعا، يمكن الاهلي هو الفارق بشكل كويس. بدايه بالنسبه له بدايه تاريخيه، 10 مباريات في 10 مباريات. كمان النقطه اللي انا يعني بالنسبه لي انا شايف ان هي مهمه جدا، ما دخلش فيها هدفين يعني في 10 مباريات هدفين، ده معناه انك انت فعلا يعني المنظومه الدفاعيه شبه متكامله يعني دفاعيه وهجوميه. انت يعني طبعا حاجه ممكن الفرقه ما بتعرفش توصل لك، ما خلي بالك ممكن كمان انت الفرقه ما بتعرفش توصل لك يعني. جميل. ده طبعا استكمالا لتصريحات الكابتن عبد الواحد السيد اللي بدا يظهر كتير في الاعلام الفتره الاخيره، وبنبارك له طبعا على البرنامج الجديد. لكن هي الفكره كلها تصريحاته بقت واقعيه الفتره الاخيره، وبيتكلم عن قوه النادي الاهلي وان الفرق مش قادره توصل له، وان ممكن المربع الذهبي تتغير فيه بعض المراكز وبعض الانديه تدخل، ولكن النادي الاهلي في المركز الاول. وده لما نضيفه لكلام الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف ان النادي الاهلي في الاول، وان الزمالك مطالب ان هو يبذل مجهود عشان ما يبقاش ثالث او رابع. ده كلام بنوثقه ليه؟ مش بس عشان نقول ان احنا لما بنكون في المركز الاخير بيبقى طموحنا للدوري، ده شيء يخصنا، لكن الاهم ما ينفعش نيجي بقى في موسم زي ده ونقول بعد كده ومع اي خطأ تحكيمي اصل النادي الاهلي كسب الدوري ده بالخطأ التحكيمي ده، او تم مساعدة من قبل اتحاد الكرة، او خطأ تحكيمي يحصل ضد نادي الزمالك فنبدأ نعلقه هو الشماعة وهو اللي هيكون اللقطة المضيئة في الموسم، ونقول ان الزمالك بيخسر الدوري بسبب الاخطاء التحكيميه دي. اعتقد دي تصريحات واضحه جدا بتدل على مدى اقتناع المنافس بتفوق النادي الاهلي فنيا غير رقميا، وان الدوري بقى بعيد عن المنافس. لكن احنا زي ما قلت قبل كده، فكره ان انت تنافس نفسك ده اصعب بكتير جدا من انك تنافس منافس، فمش عايزين نرتكن للتصريحات دي ونشد ونفضل مستمرين على نهجنا لغايه لما نحسم البطوله رقميا، لان لا النادي الاهلي ولا لاعبيه ولا جماهيره بيقتنعوا غير بالحساب الرقمي، اللي هي الفكره ان الفرق بينك وبين الثاني تخطى عدد المباريات. دي كانت نقطه برضو ثانيه حبينا نقفلها، وننتقل لنقطه اخرى طبعا بيتناولوها دايما جماهير نادي الزمالك واعلامهم في شهر يناير. بص انت هتفتش لنا في الحاضر هتتعب، هتنقف في الماضي فصدقني انت عملت مشكله، هتتعب اكتر واعتقد يا احمد انت جاهز معايا ان احنا نفسد احتفال احدهم. استاذ مصطفى الجويلي كان بيحتفل بفوز الزمالك على الاهلي بسداسيه 6-0 في يناير. هنعرض الفيديو ونشوف هنفسد ازاي احتفال نادي الزمالك، لان احنا مجهزين لكم حاجات كتير. نطلع ونشوف الفيديو. النهارده احتفلنا في الصفحه الرسميه لنادي الزمالك بفوز النادي الزمالك على النادي الاهلي 6-0 في سنه 1942، وجايبين حتى قصصات من الصحف اللي نشرت هذا الخبر في هذا التوقيت. فدي طبعا احنا بنقول ان احنا برضه كنا بنفوز بالسته وبالسبعه والدنيا كانت 10 على 10 يعني. لا واللي بداوا الاحتفالات يستحملوا بقى. لا والناس اللي بدات الاحتفالات كل يوم هنعمل احتفال شكلي. واللي احتفلوا ببني عبيدي يستحملوا يشوفوا بقى. يستحملوا يشوفوا صح. يعني 6-0 سنه 42 الزمالك فاز على الاهلي 6-0. فاكرين ولا مش فاكرين؟ ادينا فكرناكم النهارده على الصفحه الرسميه لنادي الزمالك ان احنا فوزنا 6-0 على النادي الاهلي. ولسه 6-0 واللي بدأوا يستحملوا، أتمنى والله حضرتك اللي تستحمل معانا لآخر الفقرة، لأن أنا أشك إنك هتستحمل معانا. لا وبيقولوا لسه. ولسه إحنا اللي ولسه بقى نبدأ بقى نشوف هنفسد الاحتفال الجميل ده إزاي. هو إحنا طبعًا مش هنتكلم عن الستة واحد الشهيرة، لأن إحنا دايمًا لما بنيجي نتكلم عن الستة واحد الشهيرة خالد بيبو دايمًا بيقول لك أصل إحنا اللي بدأنا السداسيات 1942، لكن الحقيقة أنا حابب أصدمك من مؤرخ زملكاوي هيقول لك مين اللي بدا او افتتح السداسيات في مباراه القمه. انا طبعا مش زملكاوي، انا زملكاوي جدا 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 جدا، بس لازم الحق يقال ان في بعض المؤرخين اللي احنا بنتعلم منهم زي الاستاذ خالد والدكتور طارق والناس ديت اكتشفوا، الدكتور طارق السعيد اكتشفوا ان في مباراه في دوري منطقه القاهره كانت في موسم 25 26 انتهت بسداسيه
لنادي الأهلي، ولكن للأسف لا يوجد معلومات مين اللي أحرز الأهداف. هي كانت في الدور الأول والأهلي هو اللي خد البطولة ساعتها. مين اللي أحرز الأهداف؟ أحداث المباراة. ده تشكيل الأهلي. ده تشكيل الأهلي في سنة 25-26. وهقول لك كمان على حاجة معلومة مهمة جدا يا محمودي. حسين حجازي بالرجالة بقى بتاعته زي ما بيقال عليه الفرقة بتاعته أو حجازي 11، انتقالهم يعني هو الأول كان أهلي سكة مختلط، أهلي مختلط، انتقاله في فرقته مع أحد الغريمين بيخلي الكفة يقف الأفضلية. في الوقت ده أو في دوري 25-26 كان حسين حجازي بالرجالة بتاعته موجودين في النادي الأهلي وقدروا يكسبوا في المباراة ديت 6-0. ويمكن أنا أعتقد والله أعلم إن المعلومة دي أول مرة تذكر على الشاشة. بالتأكيد طبعا. آه رغم إن أنا زملكاوي بس أنا هبقى محايد جدا في الموضوع ده ولازم يقول لي لنا واللي علي. دكتور عادل سعد بدأ قال لك أنا مش زملكاوي لكن زملكاوي جدا. واعتقد النتيجه واضحه وهي 1926 ونشرت في صحيفه وقتها كانت اسمها الالعاب الرياضيه. فلو بتتكلم عن الاحتفالات وبتتكلم عن البدايات فالبدايات دايما لصالح النادي الاهلي، ودي كانت اول سداسيه ومش الاخيره. ومش الاخيره لان بما ان استحمله وبان نرده بقى، اتمنى حضرتك السيل من الهزائم الغير مسبوق في اي قمه او ديربي على مستوى العالم، اتمنى حضرتك تستحمل وتقدر ترد عليه. النادي الأهلي فاز على نادي الزمالك غير 6-0 اللي استعرضناها تاريخيا 6-1، غير كده 3 مرات فوز بخماسية 5-1 5-1 5-0، ولكن 11 فوز للنادي الأهلي على نادي الزمالك برباعية. حاولنا نجمع في تصميم واحد الرباعيات والخماسيات والسداسيات، ما كانش فيه تصميم يستوعب عشان المشاهدين يقدروا يبصوا معانا. فأتمنى حضرتك تقدر تعمل في نص تصميم كل فوز عريض لنادي الزمالك على نادي الأهلي. وأعتقد أن حضرتك ما كنتش مذاكر تاريخ النادي الزمالك كويس، وحضرتك مسؤول عن الصفحة الرسمية قبل ما تقول استحمله. نتمنى ده يكون درس. ما يزعلش، اتمنى ما يزعلش. لا هو اللي بدأ واحنا ردينا بالزبط. هو قال رده واحنا ردينا وما اجمل الرد. انا عايز اقول لك بس ان الخماسيات دي 3 خماسيات تقريبا في 12 شهر من 37 ل 38 فبراير. بدأت في يناير ثم مايو ثم فبراير 38 بالظبط، يعني تقريبا 3 خمسات. وبالمناسبه كان فيهم 5-0 في كاس مصر، فعلا كانت اول مباراه انتهت بالتعادل 1-1، ثم مباراه ثانيه انتهت بالتعادل 2-2، والثالثه كانت 5-0 لاصابه لاعبين في نادي الزمالك. وبالفعل ما كانش فيه وقتها تغيير، لكن كان فيه خماسيتين تانيين في قبلها، المباراه اللي قبلها والمباراه اللي بعدها. انا عندي سؤال مهم ليك، تعتقد هيحتفل على صفحته الرسميه السنه الجايه بالسته؟ لا، ممكن تأبين الثلاث خماسيات. هو لازم يحتفل. عندنا فيديو مهم جدا وقضية أخرى مهمة جدا، والبعض دايما بيلجأ ليها ومش فاهم ليه ومش لاقين لها مبرر. ورجاء رجاء احترموا جماهير نادي الإسماعيلي وجماهير النادي الأهلي. تعالوا نشوفوا فيديو للصحفي إسلام صادق ونرجع تاني. إماراتي وآخر سعودي و15 مليون جنيه سبب أزمة باهر المحمدي. طيب باهر المحمدي سبب الأزمة الرئيسي هو المفاوضات مع النادي الأهلي. تاني باهر المحمدي سبب الأزمة الرئيسي مع نادي الإسماعيلي هي المفاوضات المكثفة مع النادي الأهلي. النادي الأهلي يرغب في ضم باهر المحمدي بشكل كبير جدا، وبالتالي مع بداية الموسم اللي جاي مع نهاية الموسم الجاري. باهر المحمدي تلقى عرض من يعني وسطاء تابعين لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، وبالتالي بيمشي في نفس السيناريو. جاله عرض أجنبي وجاله عرض خارجي من بره عشان بعد كده يعود مرة تانية للنادي الأهلي، ويمكن تكون ديت اللاعب رقم 10 أو اللاعب رقم 7 اللي من الإسماعيلي اللي النادي الأهلي بيقدر بيدخل فيه في مفاوضات، ثم بيجي له عرض بيحترف بره، وبعد كده بيرجع على النادي الاهلي. الحقيقه الكلام في موضوع اسماعيليه
الحقيقة الكلام في موضوع الإسماعيلية بقى كلام يضايق جدا، والحقيقة بقى كل لاعب يحصل مشكلة بينه وبين نادي الإسماعيلي تلاقي صحفي أو آخر يدخل النادي الأهلي في الموضوع. الحقيقة أستاذ إسلام إن الكابتن باري المحمدي جاي له عقد في أولمبياكوس اليوناني وفريق العين الإماراتي، أعتقد الناديين دولت أكبر بكتير جدا من إنه يتعمل لهم كوبري. وفكرة إنك تقول اللاعب العاشر أو اللاعب السابع ده بالظبط بيفكرني بفكرة لما دي سابر ساب الإسماعيلي وهرب بره يدرب، قال لك ده رايح برضه بره لمنتخب عشان يرجع النادي الأهلي، ورجع على نادي بيراميدز ما رجعش على النادي الأهلي. أتمنى بقى إيقاف التصريحات دي، لأن بالفعل التصريحات دي بتشعل الغضب عند جماهير الإسماعيلية وبتدخل النادي الأهلي في جملة من الإعراب. ده أنا عندي رأي تاريخي ما بغيروش، يعني هو رأي مبني على مرجعية تاريخية. أزمة نادي الإسماعيلي مع النادي الأهلي هي أزمات مفتعلة اختلقها الإعلام الرياضي، مش أبدا بين الجمهورين من أول إشاعات عدم استقبال نادي الإسماعيلي في أباني التهجير واللي رد عليها رموز الإسماعيلي نفسهم، ولكن من نفس المنطلق ونفس الزاوية نسمع محمد صبحي الكابتن التاريخي لنادي الزمالك بيرد لنادي الإسماعيلي بيرد بيقول إيه على كابتن إسلام صادق. نشوف الفيديو. زمالك الأهلي صنع إنجازاته بتاعت الألفية الجديدة من خلال الإسماعيلي زي ما بيقول جمهور الإسماعيلي؟ لا، هو بص انت بيبقى انت سلعه كاسماعيلي زي ما زي اي لعيب دلوقتي في الدوري الممتاز بالنادي الاهلي بيفاوضه. هو النادي الاسماعيلي مش انت برضه هقول للنادي الاسماعيلي انت جمهورك يعني انت مضحوك عليك. يعني المشكله لما بيع للاهلي. المشكله لما انا بيع للاهلي. المشكله لما انا بيع صبحي، المشكله لما انا بيع حسني، المشكله اللي انا بيع حتحوت بس انا اعرف اجيب البديل كويس. انت ليه مصور لجمهور النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي دول اعداء وحرب، اللي النادي الاسماعيلي هو او النادي الاهلي ده عدوك؟ بالعكس، ده جمهور محترم، جمهور عايز ياخد بطولات. انت لازم تطمع في ده، انت تبقى زيه، انت ما تزعلش، انت لازم تبقى زيه. هو نادي بيدور على بطولات عشان جماهيره، بيدور هو يلعب في بطوله افريقيا. وانت بشوف انت بتدور على ايه؟ انت بتدور ان انت تكسب النادي الاهلي بس. عبقرية الفيديو ده ان كابتن محمد صبحي مع هاني حتحوت بيقول لكابتن اسلام صادق انت ليه تخلق عداء وصراع بين الجمهورين. اعتقد رد وافي يا فارس، وزي ما انت قلت بنرد من رموز نادي الاسماعيلي، واتمنى نتوقف عن التصريحات دي، واتمنى نكون حلقتنا عجبتكم النهارده، والقضايا اللي تناولناها النهارده كانت قضايا دافئه في ليله شتاء بارده. نشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله، والاهلي خط احمر. سلام.